بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه مفيش حد دخل كده إن شاء الله. يعني بإذن الله إن شاء الله هنبدأ محاضرات الدراسات العليا. أهلا بيك يا دكتور مها إن شاء الله. أهلا بيك يا دكتور مها. أهلا بيك. طيب كويس إن شاء الله. إحنا إن شاء الله بإذن الله هنبدأ من النهاردة محاضرات الدراسات العليا عشان الظروف الحالية طبعا ما بتسمحناش ان احنا نديها جوه القسم، فان شاء الله هنبدأ بيها بمحاضرات اونلاين. ان شاء الله هتبقى بحدود 3 مرات في الاسبوع لغاية حوالي نص 4، بحيث ان هي تغطي كل المنهج ان شاء الله. طبعا اهلا بيك دكتورة سارة. احنا طبعا هنبدأ بالمواضيع النهارده. هبدأ بموضوع السورايسيس، ويريد بس لو هو برضو يعني حد ليه اي سؤال او كده يبقى يكتبه لي في كومنت وانا هرد عليه، يا اما وانا بتكلم. طيب الصوت يعلى شويه، ماشي. يا اما وانا بتكلم ان شاء الله باذن الله، يا اما بعد كده هرد عليه بعد اهلا بيك دكتور عباس. بعد ما اخلص المحاضره هرد على كل الكومنتات ان شاء الله باذن الله. طيب الصوت كده كويس ولا لا يا جماعه؟ طيب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اهلا بيك دكتور خالد، اهلا وسهلا. طيب ان شاء الله باذن الله. الصوت كده مش مظبوط برضو يا جماعه، يا ريت حد يقول بس حاجه. طيب الصوت مظبوط ولا لا؟ طيب النهارده باذن الله ان شاء الله هنبدا بمحاضره السورايسيس ان شاء الله. في كده صوت كويس ولا ايه النظام ان شاء الله؟ طيب معلش ان شاء الله الوشوشه دي هتروح باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى احنا هنبدا النهارده بمحاضره السورايسيس. طيب محاضره السورايسيس، في السورايسيس النهارده هنتكلم على 3 حاجات او هنتكلم على 6 مواضيع بشكل عام. اول حاجه، ايه الحاجات اللي هي ميميك تو للسورايسيس؟ هل في علاقه ما بين الدايت والسورايسيس ولا ايه؟ علاج السورايسيس تريتمنت اوف سورايسيس، علاج السورايسيس، وبخاصه لما باجي بعالجها اثناء البريجنانسي او اثناء اللاكتيشن او اثناء التشايلدود ممكن اعالجها بايه؟ السورايسيس في سيرتين اريا بعالجها في ايه؟ وعندي البيولوجيكال ثيرابي، يبقى احنا اول حاجه هنتكلم فيها ايه الحاجات اللي ميمك تو للسورايسيس. طبعا السورايسيس زي ما احنا عارفين، اهلا بيك دكتوره انجي، زي ما احنا عارفين السورايسيس فالجاريز بتبدا بايه؟ بتبدا بباتش او بليك مميزه عندي بالسيلفر سكيل. اهلا بيك يا افنان. عندي سيلفري سكيل، يبقى مميزه بايه؟ السورايسيس مميزه بالسيلفري سكيل. طيب السيلفري سكيل ديت ايه التيست اللي بيميزها؟ اهلا بيك دكتوره داليا. ايه اللي بيميز التيست بتاع السورايسيس بالجاريز؟ اللي هي الاوزبت ساين. اوزبت ساين ان انا اجي اقشر الحته دي، اقشر السكيل، هلاقي في عندي بين بوينت بليدنج بيكون موجود. اهلا بيك يا ندى. ان شاء الله باذن الله يكون الصوت اتظبط، انا معالي صوتي خالص. معلش. يبقى انا عندي بقشر السكيل ديت بلاقي في عندي ايه؟ بين بوينت بليدنج. طيب يبقى ده الاوزبت ساين. يبقى عندي ايه؟ الاوزبت ساين. يبقى ادي اول حاجه اللي هي السورايسيس بالجاريز زي ما احنا شايفين اهيت. ادي السورايسيس بالجاريز عباره عن باتش او بليج عليها سيلفر سكيل. ايه اللي بيميزها؟ زي ما احنا قلنا الاوزبت ساين، ان انا بقشر الحاجات ديت. تمام يا دكتوره داليا. بقشر السكيل
بقشر السكيل بتطلع واحدة ورا واحدة، بتطلع واحدة ورا واحدة، وبلاقي في عندي بين بوينت بليدنج. شكرا دكتور خالد. هلاقي في عندي بين بوينت بليدنج، ادي الاوز بتساين، ادي الاوز بتساين، وادي البون بوينت بليدنج اللي بتكون موجودة في الاوز بتساين. طيب ايه هي بقى الحاجات، ايه هي بقى الحاجات اللي ممكن ان هي بتدخل مع السورايزيس فالجاريس، اللي بتدخل مع السورايزيس فالجاريس؟ حاجات بسيطة. اول حاجة عندي اللي هي الديسكويد اكزيما، الديسكويد اكزيما اللي بلاقي فيه عندي كوين شيب ديليجن، كوين شيب ديليجن، غالبا ممكن ان هي بتكون موجودة على الارم او على الليجز. انا هشرح الاكزيما ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. بتكون موجودة على الارم والليجز، اللي بيميزها ان هي بتكون very pruritic، بتكون very itchy، بتكون very itchy، بتكون very itchy. ادي ادي عندي ادي الديسكويد اكزيما، ادي الديسكويد اكزيما، وشكلها ادي الديسكويد اكزيما موجودة في الارم والليجز، وبتكون very pruritic. طيب ايه اللي بيميزهم برضو، بيميزهم عندي بالنسبة بقى للباثولوجي، بالنسبة للباثولوجي، طبقات الجلد زي ما احنا عارفين كلنا عبارة عن ايه، ادي ابيديرمس فوق، ادي ديرمس، ادي سبكوتينيوس تيشو، ابيديرمس ديرمس سبكوتينيوس تيشو. طيب طبقات الابيديرمس مكونة في ايه، من تحت لفوق عندي ادي البيزال لير، السكويموس لير، الجرانيولار لير، الهورني لير، الهورني لير. التلات طبقات التحتانيين دول اللي هم الاستريتم مالبيجياي، اللي هم الاستريتم مالبيجياي. ايه السل اللي بتكون الابيديرمس؟ ايه السل اللي بتكون الابيديرمس؟ عندي الكيراتينوسايت اللي هي بتكون 95% من الابيديرمس. ال 5% اللي باقيين بيكونوا عباره عن دنتريتك سيل اللي همهم اللانجر هاند جاينت سيل والميلانوسايت. طيب يبقى طبقات الابيديرمس عندي، عندي ادي بيزل، ادي سكويمس، ادي جرانيولار لير. الثلاث طبقات التحتانيين دول اللي هم الاستريتم مالبيجيال، عندي الاستريتم كورنيوم مميزه بايه، او الهورني لير زي ما احنا شايفين ما فيهاش نيوكلاس، ما فيهاش نيوكلاس كده، ما فيهاش نيوكلاس. الصوت واضح ولا لا يا جماعه؟ كده ما فيهاش نيوكلاس. ده بالنسبه لي عندي للطبقات الابيديرمس. طيب انا عندي بقى ايه اللي بيحصل بالنسبه للباثولوجي، ايه اللي بيحصل بالنسبة للباثولوجي بتاع السورايسيس، ايه اللي بيحصل بالنسبة للباثولوجي بتاع السورايسيس؟ هلاقي في عندي، انا عندي زي ما احنا قلنا طبقات الجلد، عندي ابيديرمس ديرمس سبكوتينيوس تيشو. الابيديرمس مكون من بيزل سكويمس جرانولار هورني لير. بيحصل فيه ايه بالنسبة للباثولوجي بتاع السورايسيس؟ هلاقي في عندي الباثولوجي بتاع السورايسيس هيحصل في عندي اكانسوزيس. يعني ايه اكانسوزيس؟ يعني ايه اكانسوزيس؟ زياده في السكنس بتاع الثلاث طبقات التحتانيين، ثلاث طبقات تحتانيين اللي هم البيزل والسكويمس والجرانيولار. يبقى زياده في الثلاث طبقات التحتانيين اللي هم البيزل والسكويمس والجرانيولار لير، ده بيسمى ايه اكانسوزيس. يبقى اول حاجه بتحصل في الباثولوجي يحصل في عندي اكانسوزيس. تاني حاجة بلاقي في عندي لوز اوف جرانيولار لاير، الجرانيولار لاير دي بتبقى مش موجودة، لوز اوف جرانيولار لاير. تالت حاجة بيحصل عندي باراكيراتوزيس. يعني ايه باراكيراتوزيس؟ باراكيراتوزيس احنا قلنا بيزل سكويمس جرانيولار هورني لاير، قلنا الهورني لاير او الاستريتم كورنيا مميزة بايه؟ مميزة ان هي ما فيهاش نيوكلاس. طيب بقى فيها نيوكلاس، بقت اسمها باراكيراتوزيس. يبقى الباراكيراتوزيس اللي هو incomplete keratinization بينتج عنه retention للنيوكلاس في السيل اوف ذا هورني لاير. يبقى ثلاث حاجات دلوقتي هلاقي في عندي اكانسوزيس، لوز اوف جرانيولار لاير، ثالث حاجه عندي اللي هي باراكيراتوزيس، رابع حاجه عندي اللي بيحصل في عندي elongation of retinages. ادي في بروجكشن اهو، البروجكشن ده لما بينزل تحت، اللي نازل تحت ده اسمه ايه؟ retinages. اللي طالع فوق كده اسمه dermal papillae. هنا بيبقى في عندي elongation of
ريتي ريجس، بلاقي في عندي elongation of الريتي ريجس، وبلاقي في عندي dilatation of الديرمال بابيلي. dilatation of الديرمال بابيلي بيعمل لي باسكت ويف ابيرنس، باسكت ويف ابيرنس زي ما احنا شايفين. هلاقي في عندي elongation of الريتي ريجس، ادي البروجيكشن اللي نازل تحت ده الريتي ريجس، اللي طالع فوق الديرمال بابيلي، اللي طالع فوق الديرمال بابيلي. في حاجه مهمه قوي بتسال فيها، احنا قلنا من ضمن الحاجات الكلينيكال اللي هلاقيها في السورايسس كلينيكال السورايس بالجارس، هلاقي في عندي الاوزوبت ساين. اوزوبت ساين اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن بليدنج بوينت، اللي هي عباره عن بليدنج بوينت، ممكن ان هو بيكون موجود لما بيقشر السكيل ديت، هلاقي عندي البليدنج بوينت. طيب لما بلاقي عندي البليدنج بوينت ده ايه سببه؟ السؤال ده هتسال بيه، بيحصل في عندي دايلاتيشن للفيزل في الديرمال بابيلي، دايلاتيشن للفيزل في الديرمال بابيلي، دايلاتيشن اوف ذا فيزل في الديرمال بابيلي. طيب يبقى انا عندي دلوقتي قلت الباثولوجي اللي هيحصل في السورايزيس ايه؟ واحد اكانسوزيس. يعني ايه اكانسوزيس؟ زياده في السكنس بتاعت الاستريتم البيجاي اللي هم الثلاث طبقات التحتانيين. اثنين هلاقي في عندي لوز اوف جرانولار لاير. ثلاثه بيحصل عندي باراكيراتوزيس، النيوكلاس بتكون موجوده في الهورن لاير. اربعه هلاقي في عندي اولونجيشن اوف ذا ديرمال بابيل، اولونجيشن اوف ذا ريتي ريدجز وسيكنج للديرمال بابيلي. الحاجه اللي بتعمل لي الاوزوب ساين اللي هي البليدنج بوينت، ايه اللي بيعملها؟ اللي بيعملها عندي الدايلاتيشن اوف ذا فيزل في الديرمال بابيلي، في الابر بورشن اوف ذا ديرمال بابيلي. يبقى ده اللي بيميز السورايسيس عن الدوسكويد اكزيما كباثولوجيكال. الدوسكويد اكزيما بقى مميزه بايه؟ مميزه بايه؟ احنا هنشرح الاكزيما بالتفصيل ان شاء الله في المره اللي جايه، بس هي مميزه بايه؟ ادي الدوسكويد اكزيما مميزه بالسبونجيوزس اللي هو بيكون موجود، الاكزيما بشكل عام مميزه بالسبونجيوزس. تاني حاجه في الديفرنشال دياجنوزس او الميميك لوسترايزس اللي هو باوند ديسيز. الباوند ديسيز ده اللي هو حاجه من الانتر ابيديرمال سكويماس سيل كارسينوما. طيب الليجن هنا بيظهر بشكل ايه؟ الليجن بيظهر هنا شكله ممكن ان هو بيديني سورايسس، او الليجن ممكن ان هو بيديني سورايسس. هلاقي في عندي ادي الليجن بيكون الريجولار، بيكون الريجولار ريد وسكيلي باتشز، وغالبا ممكن ان هي بتكون موجوده يونيلاترال يعني بتكون سوليتري بس، وبتكون موجوده على اللور ليجز، وبتكون موجوده على اللور ليجز. ودي مميزه بادي عندي ادي الباوند ديسيز، والباوند ديسيز ده مميز بالديسكراتوزس والشارب ديماركيشن بتوين الابيديرمس اند الديرمس. هنشرح بالتفصيل الباوند ديسيز بعد كده. تالت حاجه ممكن هي ميمك برضو للسورايزيس فالجاريس. الامور ماشيه يا جماعه، يا ريت حد يقول لي. طيب عندي برضو اللي هو المايكوزيس فانجويدس، المايكوزيس فانجويدس اللي هو الام اف. الام اف عباره عن ايه؟ اللي هو الكوتينيوس تي سيل لومفوما، كوتينيوس تي سيل لومفوما ويز بروجريسيف انفولفمنت للليمف نود اند الفيزرال اورجن، للليمف نود اند الفيزرال اورجن. يبقى بيحصل في عندي كوتينيوس تي سيل لومفوما ويز بروجريسيف انفولفمنت للليمف نود اند الفيزرال اورجن. يبقى انا عندي ادي اللومفوما بتكون موجوده في السكن، اول ما بتبدا بتبدا في السكن، بعد كده بتروح رايحه على الليمف نود وعلى الفيزرال اورجن، وعشان كده ده اهميه المايكوز فانجويدس. طبعا انا هشرح. شكرا دكتوره حنان، شكرا دكتوره هدير، شكرا دكتوره ندى. طيب لكن هو انا ده مميزات المايكوز فانجويدس. المايكوز فانجويدس ده بيمر بثلاث مراحل، طبعا انا هشرح بالتفصيل المايكوز فانجويدس بعد كده، لكن انا بيمر بثلاث مراحل، الباتش وبعدين البليك ستيج وبعدين التيومر ستيج. في البليك ستيج ده، في البليك ستيج ده هلاقي فيه ايه؟ شكرا دكتوره بسمه. هلاقي في عندي ايه في البليك ستيج؟ ان الليجن بيكون فيري اتشي وبيكون موجود على كفرد اريا، وده ممكن ان هو بيدخل مع السورايسيس، وده ممكن ان هو بيدخل مع السورايسيس، وهنا الليجن بيكون فيري اتشي وبيكون فيري اتشي. يعني الحمد لله انا دلوقتي بتعرض الحاجه اللي انا الوجود بقى الحامل ده، الحامل ده جزا الله خير اللي وفر لنا وقال لنا نجيب الحامل ده. طيب يبقى انا عندي الليجن هنا في البليك ستيج بتاع المايكوز فانجويدس هنا بيكون فيري اتش، بيكون شبه تو للسورايسيس. طبعا اللي بيميزه خالص، لو انا هتلخبط في الموضوع ده اللي بيميزه خالص طبعا هدخل في الباثولوجي. الباثولوجي طيب الباثولوجي ايه اللي بيميز؟
تمام. ايه البيوبسي؟ ايه اللي شكرا. ايه بقى ايه اللي هيميز ليه المايكوز فانجويدس عندي؟ اللي هيميز ليه المايكوز فانجويدس عندي اللي هو هو كوتينياس تي سيل لنفوما وذ بروجريسيف انفولفمنت الليمف نود والفيترا اورجان. طيب ايه اللي هيميزه في الباثولوجي؟ عندي بيلاقي فيه ابيديرموتروبيز وبلاقي فيه عندي بتروير مايكروابسيس. يعني ايه ابيديرموتروبيز؟ ابيديرموتروبيز يعني ايه؟ يعني وجود الخلايا بتبقى محبه طول الابيديرمس. تروبيزم يعني محبه طول للابيديرمس. الخلايا دي بتبقى محبه طول الابيديرمس، يبقى انا عندي مونونيوكلار سيل بتكون موجوده في الابيديرمس، ده اسمه ابيديرموتروبيزم، ده اسمه ابيديرموتروبيزم، منورنا يا دكتور امين، ده اسمه ايه؟ ابيديرموتروبيزم. طيب لما السيل بتتجمع مع بعضيها، هنا بتكون عندي ابسس، الابسس ده بيسمى ايه؟ بيسمى بتريير مايكرو ابسس. بيسمى ادي البتريير مايكرو ابسس. يبقى ده مميزات المايكوز فانجويدس، زي ما احنا قلنا ادي الابيديرموتروبيزم اللي هو المونيوكلار سيل ده بتكون محبه طول الابيديرمس، البتريير مايكرو ابسس هنا السيل بتكون موجوده في جروب ده البتريير مايكرو ابسس. طب احنا هنشرح بالتفصيل الموضوع ده في المايكوز فانجويدس. وطبعا السيل بتكون اتيبيكال، زي ما احنا قلنا السيل بتكون اتيبيكال اللي هو النيوكلاس بتكون الريجولار وهايبر كروماتيك نيوكلاس. ده المايكوزيس فانجويدس، ده بالنسبه للمايكوزيس فانجويدس. بعد كده برضو من انواع السورايسيس عندي اللي هو الجطيت سورايسيس. جطيت يعني ايه؟ جطيت يعني بيظهر بشكل سايز للدروب اوف ووتر، سايز اوف دروب اوف ووتر. يبقى الاقي في عندي سايز للدروب اوف ووتر، منورانا دكتور اثار، يبقى الاقي عندي سايز للدروب اوف ووتر. ديت الجطيت سورايسيس، والجطيت سورايسيس ديت ممكن ان هي بتتبع للستريبتوكوكال انفكشن، ممكن هي بتتبع للستريبتوكوكال انفكشن. طب ايه اللي بيدخل مع الجطيت سورايسيس؟ ادي الجطيت سورايسيس اهيت، بيبقى في عندي كزي كوين شيب، زي قطرات الميه دروب شيب ديليجن. ايه اللي بيدخل معاها؟ طبعا اهمها طبعا اللي هي البتريزس لايكونويد كرونيكا اللي هي مميزه بالمايكا لايك سكيل اللي هو تتاتشد فيه وان تتاتشد وين. شكرا دكتوره رانيا، انت معانا ان شاء الله. تتاتشد فيه وان ماس اللي هو المايكا لايك سكيل، الميكا لايك سكيل. والبتريزس لايكونويد كرونيكا هنا مميزه بالبيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريت. طيب ايه اللي بيدخل برضو مع السورايسيس؟ عندي الاكزيما، ادي حاله سورايسيس وادي حاله سورايسيس وادي حاله اكزيما. ايه اللي بيميزها الى حد كبير؟ بيميزها اللي هو الشارب مارجينيشن، الشارب مارجينيشن اللي هو بيكون موجود في حالات السورايسيس. طبعا ممكن هو بيدخل مع السورايسيس برضو اللي في الهاند، ممكن يدخل الثانيه اللي بتصيب للهاند، وهنا مميزه ب اللي هو الاكسنتويشن للفليكشر كريزس، وغالبا ممكن هي بتكون موجوده على وان هاند. بعد كده في عندي اللي هو اللايكن سيمبليكس كرونيكاس. برضو اللايكن سيمبليكس كرونيكاس ده واحده من النيورو درماتيتس، طبعا احنا هنقولها بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. لكن اللايكن سيمبليكس كرونيكاس مميزه باللايكنيفيكيشن. كلمه لايكنيفيكيشن يعني ايه؟ ربنا يكرمك دكتوره هدير، ربنا يكرمك دكتوره هبه، ربنا يكرمكم جميعا. كلمه لايكنيفيكيشن، لما اسمع كلمه لايكنيفيكيشن يعني ايه؟ يعني في تريات، يعني في سيكنينج، في هايبر بيجمنتيشن، في زياده في السكين ماركينج، زي ما انا شايف اهوت. هلاقي في اللايكن سيمبليكس كرونيكاس هلاقي في عندي ثلاث حاجات: سيكنس وهايبر بيجمنتيشن وزياده في السكين ماركينج. ده بالنسبه لللايكن سيمبليكس كرونيكاس اللي هي ممكن ان هي بتخش مع السورايسيس، وطبعا بيكون معاها سيفير اتشنج، طيب بعد كده السورايسيس اللي بتكون موجوده على السكالب، اهم حاجه ممكن هي بتخش معاها طبعا السيبوريك درماتيتس، كوبنر يعني ايه؟ يعني واحد بيفضل يهرش، فممكن ان هو بيبقى في عندي اوفرلاب، والترم ده بيسمى سيبو سورايسيس، زي ما احنا عارفين. لكن السيبوريك درماتيتس اميزها ازاي الى حد كبير عن السورايسيس؟ بشرط ان هو مش موجود سورايسيس في حته. لو موجود سورايسيس في حته ثانيه هيسهل لي، لكن وبرده الحتت بتاعه السوبريك درماتايتس اللي احنا هنشرحها بالتفصيل. لكن ايه اللي بيميز بقى
السورايسيس عن السيبوريك درماتيتس هلاقي في عندي البليك بتاعه السورايسيس ممكن ان هي بتكون سكر، ممكن ان هي بتكون مور سيك، بيبقى في عندي سيلفري وايت سكيل، احنا قلنا بيكون فيها سيلفري وايت سكيل، وما بتكونش اتشي الى حد كبير، ما بتكونش اتشي، وما بيكونش معاها سيبوريا، وبيكون معاها دراينس، وبيبقى في عندي بريدليكشن للفرونتال سكار مارجن، بريدليكشن اوف الفرونتال سكار مارجن. مظبوط يا دكتور علي؟ هلاقي في عندي بريدليكشن الفرونتال سكار مارجن. ده بالنسبه للسيبوريك درماتيتس وتفريقها عن السورايزس. طبعا التانية زي ما احنا عارفين اللي هو التانية سكيلي تينيا كابيدس، ودلوقتي كمان بتحصل في الادلت، ما بتحصلش في التشيدرن بس. بعد كده في عندي طبعا الانفيرس سورايزس او الفريكشنال سورايزس. عندي الانفيرس سورايزس او الفريكشنال سورايزس اللي هو بيكون موجود. مظبوط يا دكتوره نجاه، الهيل لوس غالبا هو بيبقى معانا برضو بالنسبه عشان اميز للسورايزس عن السيبوريك درماتيتس. غالبا في السورايزس ما بيكونش معاها هيل لوس، ما بيكونش معاها هير لوس. منورانا دكتوره ايناس. طيب يبقى انا عندي بالاضافه لكده عندي فليكشنال سورايزس، فليكشنال سورايزس او الانفيرس سورايزس اللي هي بتكون موجوده في الانترتريجرس اريا، اللي هي بتكون موجوده هنا، بتكون موجوده اندر ارم، بتكون موجوده بتوين الساي والجروين، بتكون موجوده انفرا ميموري، بتكون موجوده انفرا ميموري. ادي الفليكشنال سورايزس او الانفيرس سورايزس اللي هي مميزه طبعا ان هي هنا السكيل مش موجوده، السكيل مش موجوده، وغالبا هنا الليجن بقى بيكون اتشي، غالبا الليجن بيكون اتشي في حالات الفليكشنال سورايزس. ممكن هي بتخش مع التينيا طبعا، وهنا بيلاقي فيه الشارب مارجينيشن، ممكن هي بتخش مع الانتر ترايجو، ممكن هي بتخش مع النابيكان درماتيتس وخاصه الكانديديزس اللي بلاقي فيها ان هي بتاثر على البودي فولد، وبلاقي فيها الساتلايت ليجن، الكانديديزس اللي هي بتاثر على الساتلايت ليجن. بعد كده في عندي اللي هو النيل سورايزس. طبعا النيل سورايزس، النيل سورايزس انا عندي ادي النيل بليت نايم على النيل بيت، هنا بلاقي في عندي الديستال نيل فولد، وهلاقي عندي هنا البروكسيمال نيل فولد، الديستال نيل فولد والبروكسيمال نيل فولد. ربنا يكرمك يا دكتوره ايناس. طيب يبقى هلاقي في عندي ادي النيل، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي مميز بالنسبه للسورايزس؟ السورايزس انا قلت عندي نيل بليت، نيل بيت، وبروكسيمال نيل فولد، ولاترال نيل فولد. طيب ادي النيل بليت، النيل بيت، اللاترال نيل فولد، البروكسيمال نيل فولد. ايه اللي بيكون النيل بليت؟ اللي بيكون النيل بليت حاجه بتسمى النيل ماتريكس، حاجه بتسمى النيل ماتريكس. طيب النيل ماتريكس ده لما بيتاثر، اول ما بيتاثر النيل ماتريكس، وبعد كده بيتاثر النيل بيت، زي ما بيحصل بالظبط بالنسبه لحالات اللايكن. في النيل ماتريكس او النيل بليت لما بتتاثر بتعمل لي بيتنج، بيعمل لي التنقيطه، التنقيطه ديت لما بشوفها في نيل افكر على طول في سورايسيس، افكر على طول في سورايسيس. طبعا في انواع كورس وسموث، لكن خلينا هنا في السورايسيس. هلاقي في عندي بيتنج، بلاقي في عندي بيتنج، ممكن بلاقي فيه ريدجس وجروف، ممكن بلاقي فيه ريدجنج وجروف. مظبوط يا دكتوره رانيا؟ يبقى اول حاجه بلاقي في عندي البيتنج. بعد كده هلاقي في عندي بيحصل في عندي سب انجوال هايبر كيراتوزيس، يبقى تحت النيل هنا اثرت بقى على النيل، اثرت على النيل بيت. لما بتاثر على النيل بيت هلاقي في عندي سب انجوال هايبر كيراتوزيس، هلاقي في سيكلينج بيكون موجود تحت النيل بيرفعها، لما بيرفعها بعد كده يحصل عندي اونيكولايسيس، يحصل بعد كده عندي اونيكولايسيس. انا لسه هشرح العلاج ان شاء الله باذن الله، هشرح العلاج يا دكتوره تقوى، ان شاء الله هشرح العلاج بالنسبه للحاجات دي كلها. احنا دلوقتي لسه بنشرح في الكلينيكال بيكشر. طيب يبقى هلاقي في عندي البيتنج، هلاقي في عندي بعد كده بيحصل في عندي اونيكولايسيس، وبيحصل في عندي اونيكولايسيس، هلاقي في عندي سيكنينج سب انجوال هايبر كيراتوزيس، وبعد كده هلاقي في عندي، منورانا الدكتوره سعديه، هلاقي في عندي اونيكولايسيس. هلاقي اونيكولايسيس يعني ايه؟ لايسيس يعني تحلل، هيحصل فيه سيبريشن للنيل بليت from من النيل بيد، يبقى سيبريشن للنيل بليت عن النيل بيد، وهنا بيحصل في عندي سب انجوال هايبر كيراتوزيس ونيكولايسيس، وهلاقي في عندي يولو ديسكلاريشن. يولو ديسكلاريشن ممكن ان هو بيكون موجود على النيل اللي هي الاويل دروب. مظبوطه يا دكتوره ناديه؟ مظبوطه يا دكتوره ناديه، هلاقي في عندي الاويل دروب،
يبقى ده الحاجات اللي ممكن نشوفها في حالات النيل سرايسس. هلاقي في عندي بيتنج، هلاقي في عندي زي ما احنا شايفين سب انجوال هايبر كيراتوزيس، هيحصل في عندي اونيكولايسيس، هيحصل في عندي اونيكولايسيس سيبريشن اوف لي النيل بليت عن النيل عن النيل بيت، وبيحصل في عندي وبيحصل في عندي اللي هو الاويل دروب اللي بتكون موجود. ايه اللي بيدخل معاها طبعا اهمها اللي هي الاونيكومايكوزيس. طبعا الاونيكومايكوزيس اللي هي ممكن هي ادي الاونيكومايكوزيس، ادي ليجن سرايسس وادي ليجن اونيكومايكوزيس. اونيكومايكوزيس مميز اهم اشهر انواعه اللي هو ديستال اند لاترال سب انجوال. اونيكومايكوزيس في عندي البروكسيمال، عندي البروكسيمال ربنا يكرمك هلاقي الدكتوره سعديه، هلاقي في عندي البروكسيمال وايد سب انجوال اونيكومايكوزيس اللي هو بيكون موجود طبعا في حالات الاتش اي في. بعد كده باجي بقى بالنسبه للجيوغرافيك تانج. ايه الجيوغرافيك تانج ده؟ الجيوغرافيك تانج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارثيماتوس باتشز ادي جيوغرافيك تانج. عشان كده انا لو العيان عندي معاه نيل واتلخبطت فيه او باستر ارثرايزس واتلخبطت فيها، اول حاجه ممكن اطلب من العيان بس اقول له طلع لي لسانك. اقول له ايه؟ طلع لي لسانك. طلع لي لسانك ده لو شفت الجيوغرافيك تانج معاه، جيوغرافيك تانج معاه، يبقى الحاله دي ماشيه بنسبه كبيره ان هي ارثرايزس، لان طبعا في اسباب اخرى للجيوغرافيك تانج. لكن ايه هو الجيوغرافيك تانج؟ اللي هو بيعمل كباب لايك باتن كده، بيعمل كباب لايك باتن عباره عن ارثيماتوس باتشز، عباره عن ارثيماتوس باتشز بتدي سيربيجنس بوردر وبتعمل لي ماب لايك باتن، وبيكون معاها جريش او وايت مانجر، بيكون معاها جريش او وايت مانجر. يبقى ادي ارثيماتوس باتشز وريزمبلنج لباب، وبيكون عندي اليفيتد جريش او وايت مانجر. ادي ارثيماتوس اريا، ادي الارثيماتوس اريا، وادي المانجر عندي اللي هو وايت او جريش مانجر. طبعا ده بيعتبر كاورال فاريانت للسورايسيس، لكن ليه اسباب اخرى. ممكن هو بيحصل في الشخص العادي، وممكن هو بيحصل مع الاتوبي، ممكن هو بيحصل مع الاتوبي. ده بالنسبه للجيوغرافيك تانج، ده بالنسبه للجيوغرافيك تانج. بعد كده بننتقل بقى للاريثروديرميك سورايسيس. طيب اريثروديرميك سورايسيس هي ايه اسمها؟ اريثروديرميك سورايسيس يعني ايه؟ اريثروديرميك سورايسيس يعني اريسيما، يعني اريسيما انفولفنج على الاقل من 90 ل 95% من البادي. يبقى انا عندي اريثروديرميك سورايسيس. اريثروديرما، كلمه اريثروديرما اللي من ضمن اسبابها حاجات كتيره طبعا، ده موضوع الاريثروديرما ده ممكن هو بيجي في الامتحان يعني الاريثروديرما لوحديها. لكن انا عندي اريثروديرميك سورايسيس يعني اريسيما انفولفنج 90 او 95% من البادي. طبعا ده ممكن هو الاريثروديرميك سورايسيس ده ممكن هو يعني بيحصل فيها ان هي بتبقى كبدايه، وده نادر ان هو يحصل قوي، ان هو اول ما العيان يشتكي من الاريثروديرميك سورايسيس. يعني عندي الاريثروديرميك سورايسيس ممكن هي بتكون واحده من اربعه. ممكن هي بتبدا كبدايه اول ما العيان بيجي بالاريثروديرميك سورايسيس. تاني حاجه العيان ممكن ان هو بيكون معاه كرونيك لوكالايزد سورايسيس، وبعد كده بيروح داخل في الاريثروديرميك سورايسيس. او ممكن ان هو وده الغالب ان هو بيكون فيه حاجه من الانستابل سورايسيس. يعني العيان ده بيكون عندي سورايس فالجاريس او لوكالايزد سورايسيس او جنرالايز سورايسيس، وجيت حصل استخدمت بقى سترويد على مساحه كبيره، استخدمت طار على مساحه كبيره، حصل هايبوكالسيميا، حصل انفكشن، دخل العيان ده في اريثروديرميك سورايسيس. طبعا الاريثروديرميك سورايسيس من الحاجات الاساسيه الاريثروديرميك سورايسيس قصدك ايه يا دكتوره رانيا بان هو فيشل سبيرنج على ايه يعني؟ الاريثروديرميك سورايسيس ده عباره عن الاكسربيشن للانستابل بليك سورايسيس. لكن ممكن هو بيحصل مع استخدام كورتيكوسترويد، ممكن هو بيحصل مع استخدام الطار، ممكن بيحصل كنتيجه لانفكشن، ممكن هو بيحصل كنتيجه لهايبوكالسيميا. الاريثروديرميك سورايسيس من الحاجات الفيتال ليه؟ لان العيان ده القشره بتفضل ايه؟ القشره بتفضل تعدي منه، القشره اكزوفيليشن سيفير اكزوفيليشن بيكون موجود. مظبوط يا دكتوره، بس ده مش شرط. ممكن هو لا معلش، في الاريثروديرميك سورايسيس ممكن هو بيأثر برضه على الفيس. طيب في الاريثروديرميك سورايسيس عندي ادي الاريثروديرميك سورايسيس مشكلته ايه بقى؟ مشكلته ان هو عندي العيان هنا بيبقى فيه مشكله في السكين بارير.
كلمه سكان بارير دي هشرحها بالتفصيل وانا بشرح الاتوبي ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. السكان بارير هيحصل فيه مشكله، فهيحصل فيه زياده في الدي هايدريشن، زياده في الدي هايدريشن، هيحصل فيه زياده في الكاردياك اوت بوت. العيان ده بيفقد قشره كتيره، بيفقد قشره كتيره، فلما بيفقد قشره كتيره بيحصل معاه هايبو البومينيميا، بيحصل معاه هايبو البومينيميا، وبلاقي في عندي إديمة، إديمة ممكن ان هي بتكون موجوده طبعا في اللور ليج. يبقى ده الحاجات بتاعه الاريثروديرمك سورايسيس، ودي طبعا من الحاجات الاساسيه اللي انا مفروض ادخل العيان فيها الهوسبيتال على طول. مفروض ان هو يدخل العيان فيها الهوسبيتال وياخد انترافينس فلويد انتيك وغيره. طبعا انا هشرح بعد كده وانا بتكلم في التريتمنت، وانا بتكلم بعد كده على التريتمنت بعد كده، وانا بتكلم على التريتمنت بعد كده هشرح بالتفصيل اللي هو من اهم العلاج بيه بالنسبه له للاسيتريتين طبعا. ده بالنسبه للاريثروديرمك سورايسيس. طيب الاريثروديرمك سورايسيس ديت ممكن ان هي بتخش مع ايه؟ الاريثروديرمك سورايسيس اللي ممكن ان هي بتخش معاه اشهرهم اللي هو البيتريزيس لايكونويد كرونيك طبعا، سوري اللي هي عندي البيتريزيس روبرا برياليس، البي ار بي بيتريزيس روبرا برياليس اللي هو مميزه بالايلاند اوف نورمال سكين، وعندي طبعا السيزري سندروم. السيزري سندروم اللي هو ده من ضمن اللي هو من ضمن الستيجز طبعا بتاعه المايكوزيس فانجويدس، زي ما احنا قلنا اللي هو عباره عن كوتينيوس تي سيل لمفوما وبروجريسيف انفولفمنت الليمف نود والفيزرال اورجان. طيب ربنا يكرمك يا دكتوره نوره. طيب بعد كده بنتكلم بقى على الباستورال سورايسيس. باستورال سورايسيس هو من اسمها باستورال سورايسيس. باستورال سورايسيس يعني ايه؟ هلاقي في عندي استرايل باستيول، هتلاقي في استرايل باستيول موجوده على ارثيماتس بيز. استرايل باستيول موجوده على ارثيماتس بيز، ممكن ان هي بتكون موجوده بس على باتشز واحده كده، او ممكن ان هي بتجتمع مع بعضيها فبتكون كونفلنت ستيج. ده عندي ادي 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 اللي هو الباستورال سورايسيس اللي بتلاقي فيها استرايل باستيول في الاول ممكن ان هي بتكون موجوده على باتشز، بعد كده الديزيز بيصبح سيفير فبتبقى الباتشز ده بيكام مور كونفلنت، وده ممكن ان هو بيحصل برضه مع وذرول اوف اورال كورتيكوسترويد وانفكشن وايريتيتنج توبيكال تريتمنت. عشان كده لو احنا ما تلاحظوا بنقول ان الحاجات الفيتال كلها ممكن ان هو بتحصل مع السيستميك سترويد، مع استخدام السيستميك سترويد، وعشان كده السيستميك سترويد من الحاجات المفضل ان انا ما استخدمهاش نهائي في حالات السورايسيس. ربنا يكرمك دكتوره ايه. طيب يبقى انا عندي ليه الباستورال سورايسيس. ايه انواع بقى الباستورال سورايسيس؟ في اربع انواع اساسيين. اول نوع عندي اللي هو الاكروديرماتيتس، الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هالبو. الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هالبو ده من اسمه اكرو، يبقى موجود في الحتت الاكرال اريا، يبقى موجود في الاكرال اريا. هلاقي في عندي استرايل باستيول اهي، استرايل باستيول ممكن ان هي بتكون موجوده على الديستال فارنكس وبعد كده بتروح رايحه بروكسيمالي، وبتروح رايحه بروكسيمالي. الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هالبو ده الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هالبو، يبقى ده استرايل باستيول بتكون موجوده على الديستال فالنكس، وهنا بتعمل لي غالبا ممكن هي بتكون موجوده على الفينجر او التوز، وبعد كده اكستند بروكسيمالي وبتعمل لي ديستراكشن للنيل، بتعمل لي ديستراكشن للنيل. تاني حاجة اللي هو حاجات بقى اللي هي الفيري فيتال، عندي الجنرالايزد باسترال ايربشن او الفون زومبوخ تايب. الجنرالايز باستور ايربشن او الفون زومبوخ تايب ده غالبا ان هو بريسيدد بوساطه الاذر فورم للديزيز، غالبا بريسيد بوساطه الاذر فورم باستور غيره. اوكي 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 هلاقي في عندي بيحصل عندي جنرالايز باستور ارترايزس اللي هو الفون زومبوخ تايب، بلاقي في عندي ده بريسيدد بوساطه الاذر فورم للديزيز، غالبا ده بيسبق بفيفر ومليز وارسترالجيا، وبلاقي بعد كده الجسم اتبدر باستيول، اتبدر باستيول على ارثيماتس بيز، ده اسمه الجنرالايز باستور ايربشن اوف فون زومبوخ تايب. توتس بالهاند والفيت هاو تو ديفرنشيشن اوف سورايسيس او للاكزيما. طيب يا دكتوره ما احنا قلنا الى حد كبير الهايبر كيراتوزس اللي موجوده في الهاند والفيت عشان اميزها ان هي سورايسيس او اكزما، مفروض ان هو بلاقي عندي الشر
شارب ديماركيشن غالبا بيبقى في عندي شارب ديماركيشن بيكون موجود في حالات السورايسيس. تاني حاجه في السورايسيس لما باجي بهرش فيها بلاقي في عندي بيقول لك ايفوكال سكيلينج، يعني وانا بهرش كده بيطلع سكيل اكتر. طبعا الحاجات دي ممكن انها بتخش مع بعضيها لكن ده اكتر حاجه ممكن انها بتميزني. يبقى انا بتكلم دلوقتي يا جماعه في الباستور اثرايزس، وقلت اول نوع عندي اللي هو الاكروديرماتيتس كونتينوا اوفالبو، هلاقي في عندي باستيول، ممكن هي بتكون موجوده على الديستال فالنكس وبتعمل لي ديستراكشن للنيل، ممكن هي بتعمل لي ديستراكشن للنيل سواء كان في الفينجر والتوت. ده اول نوع. تاني نوع عندي اللي هو جنرالايز باستور ايربشن وفون زومبر، ادي جنرالايز باستور ايربشن وفون زومبر، وده بلاقي فيه ايه؟ بلاقي فيه عندي باستيول، بلاقي فيها فيفر ماليز الساجا، وبعد كده بلاقي باستيول موجوده طبعا على ارثيماتاس بيز. ده عندي الجنرالايز باستور ايربشن. ثالث نوع اللي هو الانولار باستيول، الانولار باستور ايربشن، ادي الانولار باستور ايربشن زي ما احنا شايفين اهو، ده ممكن ان هو بيخش مع التينيا سيرسيناتا. في اخر محاضره او في اخر ميتنج للاسف كنا حاضرينه اللي هو الدكتور مي السماعي، كان الدكتور عاصم فرج بيوصف الحاله ديت وبيقول لك سبحان الله كانت بتجيله، وكل ما يجي سبحان الله الراجل من عظمته ما بينكرش حاجه زي كده. كل ما تجيله يعالجها ان هي تينيا سيرسيناتا، عالجها ان هي تينيا سيرسيناتا وما فيش نتيجه لغايه ما الراجل قال له ده مش هينفع كده، ما تجيب لنا واحد كبير. ربنا يديك الصحه يا دكتور عاصم. فهو ده دي حالات فعلا ممكن هي بتخش مع التينيا سيرسيناتا، هلاقي في عندي باستيول اللي هي بتكون موجوده على رينج لايك ايريسيما، ده الانيولار باستور ارثرايزس، وعندي الامبيتايجو هيربتي فورم اللي هو برده عباره عن انيولار باستور ارثرايزس بس بيحصل ديورنج اثناء البريجنسي، غالبا بيحصل في الثيرد ماستر. طبعا الدكتوره شيماء والدكتور وليد هيشرح لنا الدرماتوز وبريجنسي بالتفصيل، بس ده الامبيتايجو هيربتي فورم اللي هو الانيوال باستور ارثرايزس اللي هو بيحصل ديورنج اثناء البريجنسي. وهنا الباستور ارثرايزس، احنا الباستور ارثرايزس بقى الباستور ارثرايزس اللي بيميزها ايه على مستوى الباثولوجي معلش يا دكتور اسماء انا مش فاهم يعني ايه اي جي اي بي، قولي لي انت عايزه ايه بس. طيب الباستور ارثرايزس اللي بيميزها ايه على مستوى الباثولوجي، هلاقي في عندي حاجه اسمها مونرو مايكرو ابسس. احنا قلنا من ضمن الحاجات المايكرو ابسس اللي اتكلمنا عليها قلنا بالنسبه للمايكوز فانجويدس عباره عن ايه؟ عباره عن البتريير مايكرو ابسس، اللي هو عباره عن مونيوكلر سيل محاطه في جروب. لكن هنا الباستور ارثرايزس اللي بيميزها ايه؟ اللي بيميزها المونرو مايكرو ابسس او حاجه اسمها السبونج فورم باستيول. عباره عن ديس انتجريتد، ادي ديس انتجريتد نيوتروفيل بتكون موجوده في الهورني لير، مشرفنا يا دكتور محمود طاهر. ديس انتجريتد نيوتروفيل بتكون موجوده، ادي المونرو مايكرو ابسس وادي الباستور ارثرايزس. طبعا ايه الحاجه اللي ممكن ان هي بتخش معاها؟ اكتر حاجات ممكن ان هي بتخش معاها اللي هي السب كورنيال باستور ديرماتوزس. ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل في حالات البولس ديسيز، لكن هي بيميزها ايه السب كورنيال باستور ديرماتوزس؟ ان الباس اكيوميليت في اللور هاف اوف باستيول، يعني الهايبوبيون ليجن. واحنا قلنا الباستور ارثرايزس ادي بيميزها الديس انتجريتد نيوتروفيل في الهورن لير اللي هو المونرو مايكرو ابس طيب يبقى ملخص للكلام اللي احنا قلناه، مظبوطه يا دكتوره ايناس؟ طبعا الاكيوت جنرالايزد ارثيماتاس باستروزس، شكرا يا دكتور عبد الحكيم. يا ريت بس تقولوا لي الصوت واضح يا جماعه، طيب لكن انا ملخص بقى للكلام اللي انا قلته، سورايزس بلجاريس، ادي سورايزس بلجاريس اهي مميزه بباتش او بليج عليها سيلفر سكيل، مميزه بالاوزب ساين. اللي عباره عن ايه؟ عباره عن لما اجي اقشر الحاجات ديت لير افتر لير هلاقي بين بوينت بليدنج بوينت، لما اجي
شكرا. لما اجي اتكلم في البون بوينت بليدنج بوينت ده حصل ليه، لما اجي اتسال ليه في الشفوي كنتيجه ليه الدايليتد فيزل في الابر بورشن اوف ديرمال بابيل. شوف دكتوره رانيا ده حاجه، دي اللي بيدخل معاها، بيدخل معاها الدسكويد اكزيما اللي هو الكوين شيبد ليجن، بيدخل معاها الباوند ديزيز اللي هو الانتر ابيديرمال سكويمس، بيدخل معاها المايكوزيس فانجويدس اللي هو الكوتينيوس تيسيلومفوما وذ بروجريسيف انفولفمنت للليمف نود والفيزرال اورجان. السورايزس لما بتيجي في لما بتيجي على التانج ده بتسمى الجيوغرافيك تانج. يعني ايه جيوغرافيك تانج؟ يعني الليجن هنا بيبقى، يعني ايه جيوغرافيك تانج؟ الليجن بلاقي فيه ارثيماتوس باتش وبلاقي فيها جريش الليبيتد جريش او وايت مارجن ممكن ان هي بتكون موجوده. ايه تاني؟ عندي الجطيت سورايزس زي سايز دروب اوف ووتر اللي بيدخل معاها البتريزس لايكونوت كرونيكا اللي هي بتكون موجوده في مايكا لايك سكيل، الاريثروديرميك سورايزس اللي ممكن ان هي بتحصل كنتيجة لهايبوكالسيميا، كنتيجة لإنفكشن، كنتيجة لاستخدام الاسترويد أو الطار، أو كنتيجة لوزدروال أوف كورتيكوسترويد اللي بيخش معاها إيه؟ بيخش معاها البي أر بي البتريزيس روبرا بلياريز والسيزري سندروم. عندي بعد كده الباستورال سورايزيس اللي هو أهم أنواعه اللي هو عندي أكروديرماتيتس كونتينوا أوف هالبو. تمام يا دكتورة إيناس. عندي الدكتورة إيناس بتقول لنا طبعا اللي بيدخل برضو مع الحاجات بتاعة الباستورال سورايزيس اللي هو الاي جي اي بي بالظبط كده اللي هو الاكيوت جنرالايزد اكزانسيماتس باستولوزيس. طيب هلاقي عندي هنا الباستورال ايربشن، الباستورال ايربشن ده ممكن ان هو بيعمل لي جنرالايزد باستورال ايربشن ده عندي اللي هو الاكيوت جنرالايزد باستيول اللي هو البون زومبخ تايب اللي ممكن ان هو بيدخل زي ما احنا قلنا معاها اللي هو الساب كونيال باستورال ديرماتوزيس، وممكن ان هو بيدخل معاها كمان اللي هو الحاجات بتاعه الاكيوت جنرالايزد اكزانتوماتس باستولوزيس. ده من ضمن اهم الحاجات اللي هي مميزه عندي بالسبونج فورم باستيول اوف كوجاي او عندي اللي هو المونرو مايكرو ابس او المونرو مايكرو ابس. ده بالاضافه طبعا، لحالات، ده بالاضافه طبعا لحالات اللي هي الحاجات اللي بتصيب بقى اللي هو الاكلو درماتيتس كونتينوا اوف هالبو، وقلنا الانيولار باستورال سورايزيس اللي هو رينج اوف اريسيما وعليها باستيول ممكن هي بتخش مع التانية، وعندي الامبيتايجو هيربيتوفور اللي بتحصل في الانيولار باستورال، هي الانيولار باستورال سورايزيس اللي بتحصل في الثيرد تريمستر اوف ذا بريجننسي. طيب ننتقل بعد كده لموضوع هل في علاقه ما بين الدايت والسورايزيس؟ في علاقه ما بين الدايت والسورايزيس، في علاقه ما بين الدايت والسورايزيس. في كل الكلام اهوت دايت، احنا مش عارف الحاجات دي توفق الامريكان اكاديمي في 2014 وغيره، قال لك ايه اللي بيحسن، ايه اللي بيحسن من السورايزيس لو اديته اكل بيكون جلوتين فري دايت. طبعا الجلوتين فري دايت دي هنتكلم عليها بالتفصيل في حالات الدرماتيتس هيربيتوفورم، ادي جلوتين فري دايت. تاني حاجه الفيش اويل، الاورال فيتامين دي، السيلينيوم والفيتامين بي 12 والفيتامين بي 12. طيب في حته مهمه قوي بالنسبه للسورايسيس، علاقه السورايسيس مع الميتابوليك سندروم. لازم احط في اعتباراتي ان السورايسيس ده سيستميك ديزيز، ده الكلام بقى سيستميك ديزيز، يعني اغلبيه الكلام ان هو بيكون معاه دايابيتس، بيكون معاه الحاجات بتاعه الميتابوليك سندروم، بيكون معاه دايابيتس، بيكون معاه هايبرتنشن، بيكون معاه زياده في الويست سيركمفرنس، بيكون معاه زياده في الويست سيركمفرنس وبعض الكوموربيدي التاني اللي هنتكلم عليه وفقا للبيبر. لكن هلاقي عندي هنا بيقول لي اهو الليبيد بروفايل لبلاد شوجر لبلاد بريشر مفروض بعمله كل سنه، مفروض بعمله كل 12 شهر، كل 12 شهر. طيب هل في كوموربيديتي؟ ادي كوموربيديتي للسورايزيس، السورايزيس بيحصل معاه دايابيتس، بيحصل معاه دايابيتس، بيحصل معاه حاجات كوموربيديتي، بيحصل معاه الحاجات بتاعه الكارديو ميتابوليك ديزيز، بيأثر على الهارت، بيأثر على الهارت، بيأثر على مع الكرونيك كيدني ديزيز، بيأثر على الجاسترو انتستينال ديزيز، بيأثر على الجاسترو انتستينال ديزيز وبخاصة الانفلاماتوري باول ديزيز والكرونزي ديزيز، ممكن يكون معاه مالجنانسي وبخاصة الكوتينيوس لمفوما، ممكن هو بيحصل فيه زيادة في نسبة الريسك اوف ذا انفكشن، زيادة في الريسك اوف ذا انفكشن. يبقى ده بالنسبة للكوموربيديتي برضه اللي بتحصل مع السورايسيس. طيب هننتقل بعد كده للتريتمنت اوف ذا سورايسيس، طبعا الباثوجينيسيس انا هتكلم عليه بعدين. التريتمنت اوف ذا سورايسيس طبعا في منه توبيكال
وفي منه سيستميك والحتة طبعا الحتة اللي هي اللي فيها كل الكلام اللي هو البيولوجيكال ثيرابي. طيب بنبدأ أولا تريتمنت أوف سورايسيس during أثناء البريجنسي أو أثناء اللاكتيشن أو أثناء التشايلد هود. هو بشكل عام التوبيكال تريتمنت بتاع السورايسيس، ربنا يكرمك، التوبيكال تريتمنت بتاع السورايسيس عندي سترويد، عندي التوبيكال فيتامين دي 3 انالوج اللي هو الكالسي بتروين، عندي التوبيكال كالسيونورين انهيبيتور، عندي التوبيكال كالسيونورين انهيبيتور اللي هم التاكروليمس والبوميكروليمس. حاضر. عندي البوميكروليمس والتاكروليمس. عندي غير كده بالنسبه لي التوبيكال استخدام الطار. لما باجي في البريجنانسي واللاكتيشن بقول لك العلاج الاساسي، العلاج الاساسي في البريجنانسي لسه يا دكتوره هتكلم عن السترايس اريسايتس، والله هتكلم، والله هتكلم ان شاء الله. عندي البريجنانسي واللاكتيشن. في البريجنانسي واللاكتيشن هعالج بايه؟ هعالج بتوبيكال استرويد، بس التوبيكال استرويد ده يبقى يا اما مايلد يا اما مودريت، يا اما مايلد يا اما مودريت. ادي التوبيكال استرويد، يبقى انا عندي في علاج، ادي علاج السورايسيس، علاج السورايسيس وفق الامريكان اكاديمي في البريجنانسي واللاكتيشن. هنا في البريجنانسي بقول لك اهم حاجه هي المشترايزر، بستخدم مشترايزر بديها لو. طبعا انا عندي الكورتيكوسترويد مايلد مودريت بوتنت فيري بوتنت، افضل طبعا ان اديله مايلد او مودريت، بديله مايلد او مودريت. طيب بعد كده عندي التريتمنت برضو كاوبشن للسترايسس، هل ممكن استخدم له التوبيكال تاكرولمس او بوكرولمس؟ لا ده مش مطلوب. بعد كده هل ممكن استخدم عندي السلسليك اسيد؟ لا ده مش مطلوب في حالات برضو البريجنانسي. هل ممكن استخدم انسترالين او كالسيوبتروين او كولتار؟ لا مفروض ان انا ما استخدموش. لكن السكند لاين عندي اللي هي النارو باند، النارو باند. ثالث حاجة عندي بعد كده استخدام السيستميك استرويد. استخدام السيستميك استرويد احنا قلنا من ضمن الحاجات الباستورال ثرايزس اللي هو انوال باستورال ثرايزس اللي ممكن انها بتحصل مع البريجنانسي اللي هي الامبيتايجو هيربيتي فور، بس ده غالبا بتحصل في الثيرد تريمستر، فممكن اديها استرويد. لكن انا المفروض ان انا ما اديش الاسترويد خاصة في بشكل عام طبعا لاي بريجنانت في اول 3 شهور خوفا من حدوث الكليفت ليب او كليفت بالت. طيب في حالات اللاكتيشن ممكن ادي سيستميك استرويد ولا لا؟ يقول لك ممكن تدي سيستميك استرويد، بس في التركه فيها ان انا عندي الهاف لايف بتاع الاسترويد بيكون من 2.5 ل 3.5، من 2.5 ل 3.5، ولذلك المفروض ان انا بديله امتى؟ بديله امتى؟ بعد يعني بديله الاسترويد وبعد كده بديله ادي الامبيتايجو هيربيتي فور، بديله الاسترويد وبعد كده بنتظر 4 ساعات قبل ما اعمل له بريست فيدنج. بالنسبه طبعا للحاجات السيستميك الساكروسبورون هو اللي ممكن يستخدم. طيب الجدول ده هيلخص لي الاوبشن ريفيو للتريتمنت اوبشن بتاع السترايزس في البريجلاند او اللاكتيتنج. الفيرست لاين عندي المشترايزر مع التوبيكال استرويد، السكند لاين عندي اللي هي النارو باند، الثيرد لاين بعد كده عندي الحاجات بيولوجيكال، والسايكروسبورن هو الحاجه الوحيده اللي ممكن استخدمها في حالات السورايسس طبعا في البريجلانت طبعا مع بعض الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. طبعا هنتكلم بالتفصيل بعد كده على البيولوجيكال ثيرابي او على السيستميك ثيرابي، لكن اللي انا عايز اعرفه ان هو اثناء البريجلانت او اثناء اللاكتيشن كفيرست لاين عندي مشترايزر توبيكال استرويد. الافضل بقى ما استخدمش التاكرولمس ولا البوميكرولمس ولا الكالسيبتروين. السكند لاين عندي النارو باند، الثيرد لاين بعد كده عندي ممكن استخدم سيستميك او بيولوجيكال ثيرابي، هنقوله بالتفصيل. ده بالنسبه للتريتمنت اوبشن في حالات السورايسيس في البريجنانت. طيب لما نيجي ننتقل بعد كده لعلاج السورايسيس ديورنج اثناء التشايلد هود، قبل ما نقول طبعا ديورنج اثناء التشايلد هود هو علاج السورايسيس بشكل عام، ادي السورايسيس ثيرابي فور ووتش بيشنت، ده البيبر ديت في 2019 طبعا
طبعا الناس بتاع الدكتوراه كلهم عارفينها طبعا. دي اهم حاجه ان هو كبريجنانسي كاتيجوري بي، كاتيجوري بي حاطط لك الحاجات بتاعت البيولوجيكال ثيرابي احنا هنشرحها بالتفصيل. كاتيجوري سي حاطط لك السايكلوسبورين، حاطط لك السايكلوسبورين هنا ككاتيجوري سي، وكونترا انديكيتد للميثوتروكسيت والاسيتريتين، كونترا انديكيتد للميثوتروكسيت البس هيتحفز دكتوره ما تقلقيش. طيب هلاقي في عندي بعد كده بالنسبه لي هنا الافيكاسي اند سيفتي تريتمنت بتاع التشايلد هود بقى كتوبيكال تريتمنت. التوبيكال تريتمنت عندي اهم حاجه طبعا، عندي زي ما احنا قلنا اهم حاجه في التريتمنت، اول حاجه في التوبيكال تريتمنت يعني انا التريتمنت بتاع السورايسيس بيشمل ثلاث حاجات، واحد التوبيكال، اثنين السيستميك، ثلاثه البيولوجيكال. اول حاجه اللي هي التوبيكال، التوبك اللي ممكن استخدمه عندي اول حاجه طبعا اللي هي التوبك الكورتيكوسترويد، ده اشهر حاجه. التوبك الكورتيكوسترويد بيجيب نتائج سريعه جدا في خلال من اسبوعين لاربع اسابيع، المشكله فيه في الريباوند، ممكن هو مجرد ما اوقفه ان هو يرجع تاني، دي اول حاجه اللي هي التوبكال استرويد. تاني حاجه عندي الحاجات بتاعت التوبكال كالسيونورين انهبيتور، التوبكال كالسيونورين انهبيتور دول اللي هم التاكرولمس والبيميكرولمس، البيميكرولمس 1%، البيميكرولمس 1% والتاكرولمس، البيميكرولمس 1% اللي هو الايديل كريم، التاكرولمس في منه تركيزين اللي هو 3% اللي هو بتاع التشيلدرن، 1/10% دول اللي هم بروتوبيك، البروتوبيك لسه نازل نازل دلوقتي بس نازل بسعر كبير طبعا 320-350 جنيه. طيب انا عندي ادي البيميكرولمبس والتاكرولمبس، الافضل بقى استخدامهم فين؟ التاكرولمبس والبيميكرولمبس ده استخدمه لو السورايسيس بتكون موجوده في الاماكن بتاعه الفريكشرال او بتكون موجوده في الاماكن بتاعه النابكن اريا، ده بالنسبه للتاكرولمبس والبيميكرولمبس. الكالسيبتروين او الدايفونكس والدايفوبيت اللي هو الدايكل ديرم ده ممكن انا استخدمه برضو في حالات السورايسيس، بس النقطتين المهمين فيهم ان انا ما استخدمش معاه السلسليك اسيد. ليه؟ لان السلسليك اسيد بيعمل لي ان اكتيفيت للكالسيبتروين. تاني نقطه ان انا ما زودش عن 100 مللي جرام في الاسبوع، ما زودش عن 100 مللي جرام في الاسبوع عشان ما يحصلش عندي هايبر كالسيمي، عشان ما يحصلش عندي هايبر كالسيمي. ده بالنسبه للتوبيكال. طبعا بالنسبه للتوبيكال برضو عندي الكولتار، الكولتار برضو من ضمن الحاجات اللي تاثيرها بيتاخر، تاثيرها بيتاخر ان هي تجيب نتيجه، لكن وقت ما تجيب نتيجه الريباوند بتاعها بتكون، الريباوند بتاعها بيكون افضل، الريباوند بتاعها بيكون افضل من التوبيكال استرويد، ما بيحصلهاش معاها ريباوند، ما بيحصلش معاها ريلابس. ده غير كده بيلاقي في عندي طبعا الحاجات بتاعه التوبيكال تريتينوين اللي هو زي التازا روتين، التازا روتين. يبقى انا عندي ادي التوبيكال كورتيكوسترويد، التوبيكال كورتيكوسترويد، عندي الفيتامين دي انالوج اللي هو الكالسيبتروين، وزي ما احنا قلنا السلسليك اسيد بيعمل لي ان اكتيفيت للكالسيبتروين، وزي ما احنا قلنا ما بزودش عن 100 جرام في الاسبوع عشان ما يعملش هايبر كالسيميا. الكولتار، الكولتار ده من اهم الحاجات اللي بتجيب نتائج بصراحه، احنا ما بنستخدمهاش كتير والريباوند بتاعها او الريلابس بتاعها بيكون ضعيف، بيكون كويس يعني. التازاروتين او الزاروتكس مشكلته ان هو بيعمل معاه اريتيشن. ادي الكالسيونورين انهبيتور، والكالسيونورين انهبيتور ده الافضل انا استخدمه في الحاجات بتاعه الفيشيال والانترتيجنس طبعا مع ايموليانت، الايموليانت ده اساسي، انا هتكلم على الايموليانت بالتفصيل في حلقه في مع العينين بتاعه الاتوبيك ديرماتيتس. الانتي بايوتيك كيف ممكن نتجنب الاريتيشن اللي بيسببه الطب؟ هقول لك يا دكتوره اللي سبب، هو بطبيعه الحال لازم يعمل اريتيشن، ده بطبيعه الحال، فلو حصل اريتيشن انا اوقفه شويه، ممكن استخدم معاه توبيكال استرويد وارجع استخدمه تاني، وارجع استخدمه تاني، ممكن استخدمه وانس ديلي في اول اسبوع اسبوعين، وبعد كده ممكن ازود. وصراحه بشكل عام استخدام الطار يعني الواحد برضو ما عندوش خبرات قوي بالنسبة لاستخدام الطار، ياريت اللي عنده خبرات في استخدام الطار يقول لنا واحنا نقولها دلوقتي. طيب
الانتيبيوتيك طبعا الافيكاسي بتاع استخدام للانتيبيوتيك في التشايلد هود جاتيت سورايسيس ده لازال في كلام، لكن انا الانتيبيوتيك بستخدمه عشان الستريبتوكوكال انفكشن. طبعا الناروباند ممكن استخدمه، وطبعا من ضمن اسباب من ضمن اهم الحاجات اللي بستخدمها في العلاج بالنسبه للناروباند والبوفا. ادي الدكتوره اللي كانت بتسال على الاكسايمال ليزر، طبعا انا ممكن استخدم الاكسايمال ليزر، بس الاكسايمال ليزر ده الويف لينث بتاعه اللي هو 308 نانومتر ممكن استخدمه بس في حالات اللوكلايزد سورايسيس، وطبعا ده فيري اكسبنسيف، وده طبعا فيري اكسبنسيف. بعد كده هننتقل بعد كده على السيستميك ثيرابي. يبقى اتكلمنا على التوبيكال ثيرابي اللي هو اهمهم اللي هو التوبيكال استرويد، السلسليك اسيد، الكالسي بترويد، الكالسي بترويد اللي هو دايفونكس او دايفوبيت اللي هو معاه التوبيكال استرويد، المفروض ما تضيفش معاه بس سلسليك اسيد، ما زودش عن 100 جرام عشان ما يعملش 100 مللي جرام عشان ما يعملش هايبر كالسيميا. ده بالنسبه للتوبيكال استرويد. ده بالنسبه للتوبيكال استرويد. ده بالنسبه للتوبيكال كالسي بترويد. التوبيكال تاكرولمس وبيكرولمس، وده استخدمه اكتر في الفليكشن اريا. عندي النارو باند طبعا من احسن الحاجات اللي بتجيب نتائج، من احسن الحاجات اللي بتجيب نتائج في السورايسيس. هنشرح النارو باند بعد كده بالتفصيل. الاكسايمال ليزر هو 308 نانومتر بستخدمه في حالات اللوكلايزد سورايسيس، في اللوكلايزد سورايسيس. طيب لما نيجي ننتقل بعد كده للسيستميك. السيستميك هم ثلاثه، هم ثلاثه لو تلاحظوا كل السورايسيس تقريبا ثلاثات. السيستميك هم ثلاثه، اول واحد وانا شايفه ان العلاج السحري للسورايسيس اللي هو الميثوتروكسين، تاني حاجه عندي اللي هو الاسيتريتين، تالت حاجه عندي اللي هي السايكلوسبورين. يبقى انا عندي اول حاجه عندي اللي هي الميثوتروكسين. الميثوتروكسين الدوز بتاعته قد ايه؟ لما بتسال في الامتحان من 2 ل 4 من 10 مللي جرام لكل كيلو جرام. الدوز بتاعته من 2 من 10 ل 4 من 10 مللي جرام لكل كيلو جرام. طيب لما اجي استخدمه بقى كبراكتيكال، استخدمه كبراكتيكال. انا عندي الميثوتروكسيد التابلت بتاعتها اللي هي 2.5 مللي جرام، 2.5 مللي جرام. المفروض ان انا بديها بمعدل كل 12 ساعه، يعني بديها ادي 2.5 مللي جرام، ممكن اديله حبايتين كل 12 ساعه. يعني انا اديته حبايه وليكن الساعه 11 بالليل يوم السبت، اديت له حبايتين يعني حبايتين يعني قد ايه؟ يعني 5 مللي جرام. ربنا يكرمك دكتوره حليمه. حبايتين يعني قد ايه؟ يعني 5 مللي جرام. يبقى دي 5 مللي جرام اديته الساعه 11 يوم السبت 11 بالليل. يبقى اديله حبايتين تانيين يعني بعد 12 ساعة، يعني حبايتين تانيين يبقى يوم الحد الساعة 11 الصبح، وحبايتين بعد كده يوم الحد برضه الساعة 11 بالليل، يعني على 3 جرعات، يعني على 3 جرعات. يبقى انا هديله ادي ال 2.5 مللي جرام، منورانا دكتورة منى، ادي 2.5 مللي جرام، الحباية 2.5 مللي جرام. وللأسف التابلت دلوقتي، قليل، لكن انا لو هديله تابلت هديله ادي حبايتين 2.5 مللي جرام و2.5 مللي جرام، يبقى دي 5 مللي جرام، حبايتين كل 12 ساعه على 3 جرعات، واكتبها له. يبقى حبايتين الساعه 11 يوم السبت مساء، حبايتين الساعه 11 يوم الاحد صباحا، حبايتين الساعه 11 يوم الاحد مساء كل اسبوع. يبقى 3 جرعات اكتبها له كده، 3 جرعات كل اسبوع، 3 جرعات كل اسبوع اكتبها له بهذا الشكل. في عيانين بيفضل ماشي عليه على طول. انا في عيان جالي اول ما فتحت العياده هنا في مصر، وبعدين الراجل ماشي وزي الفل وبتاع وكلام من ده، وقعد ماشي على الميثوتروكسيت مع نفسه، فضل ماشي عليه اسبوعين. وجالي الحاله طبعا جنرالايز باسترو ايربشن، جنرالايز باسترو ايربشن، طبعا دخلناه الحمد لله بقت كويسه. طبعا حصل عندي اللي هو ميثوتروكسيت توكسيستي، دي حاجه، ده موضوع اخر يعني. لكن انا بهذا الشكل كده لازم انا اهم حاجه في العيان احدد معاه، مع ان انا كاتب له 3 جرعات وما اديهاش، و3 جرعات وما زودهاش.
يبقى انا كان في كلام ان انا استخدم التست دوز، ان انا اعمل تيست دوز للميثوتروكسيت، لكن دلوقتي التست دوز ده بيتر ما حدش عاد بيستخدمه. لكن الميثوتروكسيت برضو منها انجكشن، الانجكشن بتاعها اللي هي 50 مللي جرام، اللي هي 50 مللي جرام ممكن انك انت بتديله، ممكن انها بتديله نص حقنه اللي هو 25 مللي جرام. هي 50 مللي جرام 2 سنتي، بتديله 1 سنتي عضل كل اسبوع، يعني الحقنة بتكفيه اسبوعين، يعني الحقنة بتكفيه اسبوعين. لو انت عايز تديله الجرعة اللي هي 25 ملي جرام، ربنا يكرمك يا دكتور محمد، لو عايز تديله الجرعة اللي هي 25 ملي جرام، لو عايز تديله اقل، عايز تديله 2.5 ملي جرام مثلا، ممكن تديله ربع الحقنة، يعني الحقنة هتكفيه شهر. واهم حاجة في الميثوتروكسيت ان انت وقت ما تديله الميثوتروكسيت بتديله معاه الفوليك اسيد، بتديله معاه الفوليك اسيد في كل يوم ما عدا اليوم اللي هياخد فيه حقنة الميثوتروكسيت، ما عدا اليوم اللي هتاخد فيه حقنة الميثوتروكسيت. اهم حاجة في الميثوتروكسيت وانت بتعمل له لاب، ان انا بعمل له السي بي سي وبعمل له الليفر فانكشن وبتعمل له طبعا الرينال فانكشن، يعني اهم حاجه السي بي سي والليفر فانكشن، وبتدي له معاه الفوليك اسيد. ده بالنسبه للميثوتروكسيت. الميثوتروكسيت ممكن ان انت لو حصل معاه نتيجه، ده من احسن الحاجات اللي بتجيب نتيجه، من احسن الحاجات اللي بتجيب نتيجه ادي الميثوتروكسيت. بيقول لك الريسبونس ريت ممكن هو بيحصل في خلال اسبوعين لست اسابيع، والريميشن ممكن ان هو بيقعد من 10 اسابيع لست شهور، ممكن هو بيقعد من 10 اسابيع لست شهور. لما العيان مفروض ان انت بتكرره التحاليل ديت كل اسبوعين او بعد كده كل شهر، العيان بقى كويس، العيان بقى كويس، مفروض ان انت بتقلل. طب هتقلل ازاي؟ افضل طريقه انك انت تقلل ان هو الميثوتروكسيت لو انت بتديله 25 مللي جرام كل اسبوع، تخليهم 25 مللي جرام كل اسبوعين، وبعد كده كل 3 اسابيع، وبعد كده ممكن تخليها كل شهر، ممكن تخليها كل شهر. ده بالنسبه للميثوتروكسيت، ده بالنسبه للميثوتروكسيت، وده من افضل فعلا الدراج اللي بتجيب نتائج في حالات السورايسيس. في حالات السورايسيس هو مشكلته ان هو بيكون ناقص، انا مش عارف بيكون ناقص ليه صراحه، ومشكلته برضه في الجوده بتاعته، مشكلته برضه بتكون في الجوده بتاعته. طيب ده بالنسبه للميثوتروكسيت. انا قلت بالنسبه للسيستميك ثيرابي عندي الميثوتروكسيت، تاني حاجه عندي في الاورال ريتينويد عندي الاسيتريتين، عندي الاسيتريتين. الاسيتريتين ادي الميثوتروكسيت، الاسيتريتين، الاسيتريتين هنا هي مشكلته، هي مشكلته الاساسيه بالنسبه للاسيتريتين، مشكلته الاساسيه ايه؟ الاسيتريتين مشكلته الاساسيه ان هو بيتاخر عشان يجيب نتيجه، يتاخر عشان يجيب نتيجه. يعني انا ممكن مع استخدام الاسيتريتين في الاول هلاقي في عندي السايز بتاع السورياتيك باشز بتزيد، يعني بيحصل في عندي فلير برغم ان الارسيما والسكيل بتقل. الدوز بتاعته قد ايه؟ المفروض ان هو التابلت في منه تابلت 10 وفي منه تابلت 25، ده الاسيتريتين في منه النيو سعره ايه اللي كام يا دكتور حنان؟ في عندي اللي هو الاسيتريتين، الاسيتريتين في منه اللي هو 10 وفي منه 25 مللي جرام، ممكن انك انت بتبدا له بالجرعه بتاعه ال 25 وبعد كده ممكن ازوده ل 50 مللي جرام. هي مشكلته في الاكيوت فلير، عشان كده الميثوتروكسيت هو افضل علاج للسورايزيس بالجارس، لكن الاسيتريتين هو افضل علاج للباستورال سورايزيس، افضل علاج لما تسال في الامتحان افضل علاج للباستورال سورايزيس في السيستميك هو الاسيتريتين، افضل علاج للاريثروديرميك سورايزيس هو السايكروسبورين، هو السايكروسبورين، هو السايكروسبورين، هتكلم بالتفصيل بعد كده. لكن عندي الاسيتريتين الدوز بتاعته من 10 او 25 او 50 مللي جرام، ممكن انك انت بتبدا بالجرعه دي، وبعد كده اهم حاجه في الانفستيجيشن بتاعته ان انت تعمل له التوتال ليبت بروفايل، طبعا التوتال ليبت بروفايل، وطبعا ما ننساش ان هو تراته الجينيستي بتاعته. وشوف زي ما احنا شايفين الريسبونس ريت ممكن ان هو بيتاخر لثلاث شهور لست شهور، ممكن ان هو بيتاخر لثلاث شهور لست شهور. لا حقنه الميثوتروكسيد دكتور حنان يعني هايفه خالص، يعني بمماليل، يعني دي ما فيش فيها مشكله خالص. ده بالنسبه للاسيتريتين. يبقى تاني حاجه بالنسبه للسيستميك عندي الميثوتروكسيت، عندي الاسيتريتين، اهم انفستيجيشن لو انا اتسالت في الامتحان هسال فيه ايه، ممكن اعمل له سباينال اكس راي، ممكن هو اهم حاجه ان هو تراتوجينيستي، اهم حاجه اللي هو التيتال ليبد بروفايل.
تالت حاجة عندي في السيستميك اللي هو الساكروسبورين. الساكروسبورين اللي هو اسمه برضو في السوق اللي هو نيورال 100 ملي جرام، نيورال 100 ملي جرام تابلت او 100 ملي جرام اللي هو السسبنشن بتاعه. النيورال ده الساكروسبورين الدوز بتاعته من 2.5 ل 5 ملي جرام لكل كيلوجرام. مشكلته بس ان هو غالي شويه، لكن برضه الساكروسبورين من الحاجات اللي بتجيب نتيجه. لو انا اهم انفستيجيشن بتتعمل فيه ايه؟ اهم انفستيجيشن عندي الرينال فانكشن تيست والبلاد بريشر، واسترو البلاد بريشر اللي ممكن يعمل لي هايبر تنشن، لان ممكن هو بيعمل لي هايبر تنشن. يبقى انا عندي في السيستميك عندي الثلاثه السيستميك سيرابي للسورايسيس، عندي الاسيتريتين، عندي الميثوتروكسيت، عندي الساكروسبورين، عندي السايكلوسبورين. ده بالنسبه للسيستميك تريتمنت. طيب عشان كده بيقول لك التريتمنت اوف تشويس في حالات بقى المايلد او المودريت تشايلد هود سورايسيس هو الكالسيبتروين. الكالسيبتروين ممكن انك انت بتضيف له التوبكال كورتيكوسترويد. يبقى اهم حاجه في العلاج عندي الكالسيبتروين، الحاجات بتاعه الدايكل ديرم، الحاجات بتاعه الدايفونكس ممكن اضيف له، او دايفوبيت هو مضيف له التوبكال كورتيكوسترويد. في حالات الفريكشنال او الفيشر سورايسيس زي ما احنا قلنا التاكروليمس والبابوكروليمس، وعندي اللي هو مفيش حاجه مثبته، بالنسبه ليه، بالنسبه لعلاج السورايسيس. بالنسبه للاستخدام بقى السورايسيس سيستميك ثيرابي بالنسبه لاستخدام السيستميك ثيرابي مع التشيلدرن، لكن ممكن ان هو يعني ما فيش حاجه مثبته، لكن ممكن تستخدم الميثوتروكسيت. في كلام بقى افضل حاجه بتجيب نتيجه حاجات في البيولوجيكال ثيرابي اللي من اهمهم اللي هو الايترنسيب، ده هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي وانا بتكلم على البيولوجيكال ثيرابي. طيب يبقى ادي ملخص بقى لعلاج الباستورال ترايزز. زي ما احنا قلنا الباستورال ترايزز علاجه الفيرست لاين تريتمنت. انا عندي السيستميك تريتمنت، في عندي الاسيتريتين، ساكروسبورين، ميثوتروكسيت. لو انا افضل حاجه في الباستورال ترايزز عندي الاسيتريتين، سواء انا كانت شايلد هود او ادلت هود، ده بالنسبه للباستورال ترايزز. وزي ما احنا قلنا في الباستورال ترايزز عندي لازم بتدي له ادي الاسيتريتين 50 ملغ في اليوم. لازم طبعا حالة باستورال سورايزيس ده حالات من الحالات الفيتال، لازم بتدخله المستشفى. اهم حاجه بياخد ايه؟ فلويد انتيك، بتديله انتي بايوتيك، ولازم طبعا كاردياك سبورت مع التوبيكال انتي بايوتيك. السيستميك استرويد ممكن تستخدمها او لا في الاول. التريتمنت بقى بتاعت الاريثروديرمك سورايزيس هتحط الثلاثه برضو، لكن الفيرست لاين عندي اللي هو السايكلوسبورين. السورايزيس ويز هيباتيتس سي لسه هقول لدكتوره نجاه. طيب يبقى انا عندي التريتمنت اوف اريثروديرمك سورايزيس، علاج الاريثروديرمك سورايزيس الفيرست لاين عندي اللي هو السايكلوسبورين. يبقى انا ملخص الموضوع ده، علاج الباستورال سورايزيس الفيرست لاين عندي الاسيتريتين، الاريثروديرمك سورايزيس الفيرست لاين عندي اللي هو السايكلوسبورين. الحالات بتاعه الجنرالايز سورايزيس بقى الفيرست لاين عندي حالات ايه؟ حالات اللي هي الميثوتروكسيت، طيب بعد كده بننتقل ايه؟ بننتقل طبعا للي هو التريتمنت في سيرتن سايت، علاج بقى السورايسيس بتاعت السكالب لو هي حاله مايلد او حاله سيفير. طبعا لحاله سيفير بيقول لك ان هو المفروض ان انت بتعمل له 10% سلسليك اسيد في مينرال اويل، بتدي له 10% سلسليك اسيد في مينرال اويل، وبعد كده بتغطي راسها او راسه ببلاستيك كاب لمده 12 ساعه، وبعد كده ممكن احط فيه التوبيكال استرويد، ده بالنسبه للي في السكالب. بعد كده بيقول لك في النيل، النيل اهم حته في النيل يا جماعه، ادي النيل اهي. اهم نقطه بس في النيل، لما بلاقي فيه سورايسيس للنيل اهم حاجه هطلبها للعيان ده اطلب له اكس راي، لان عيانين النيل غالبا بيكون معاهم سورايتك ارثرايتس، علاج النيل، علاج النيل ان انا اعمل انجكشن هيلا للنيل فولد
الانتراديرمال بترامس نورال اسيتونويد هو ده بيكون فيري بينفول، فبالتالي بيكون امبراكتيكال. انا عندي الترامس نورال اسيتونويد المفروض ان هو حقنه الكينا كورت، طبعا الكينا كورت مش موجود، الموجود هنا الابلفين دلوقتي اللي هو فيه 40 مللي جرام، المفروض ان هو بتخففها بحيث ان هي بتبقى 3 مللي جرام لكل مليلتر، لكن ده بيكون امبراكتيكال. لكن انا علاج النيل سورايسيس ممكن اعالجها بالنارو باند، بس لازم تكون لوكاليزد نارو باند، او ممكن هو اعالجها بيه كمان البوفا، ممكن هو من اكتر الحاجات اللي بتجيب نتيجه. لكن طبعا وخاصة لو كان معاه سورايسيس بقى في الجسم او سورايسيس في السكالب، من الحاجات طبعا اللي بتجيب نتيجة طبعا في الاماكن دي برضو اللي هو الاكسايمال ليزر. الاكسايمال ليزر، الاكسايمال ليزر او الاكسايمال لايت صراحة من الحاجات اللي بتجيب نتائج جدا. هي المشكلة ان هو بيكون فيري اكسبنسيف، ممكن هو بيكون فيري صراحة اكسبنسيف، يعني لان هو الجلسة انت وقت ما تعمل جلسة العيان وتبقى كرمه هتبقى يعني هتعمل له ايه؟ عشان انت ما تخسرش ممكن الجلسة من 100 ل 150 جنيه، عشان انت ما تخسرش. فبالتالي العيان هتكلمه في الشهر من 1500 ل 2000، هل العيان بيتكلم؟ دي هي دي المشكله. نورنا يا دكتور خالد. طيب ده بالنسبه للنيل، طبعا دكتور خالد من اشهر الناس اللي جابت اكسايما وبتعالج بيه، والدكتوره اميره جمال برضو بعتها لي شويه فيديوهات على الاكسايما الليزر جايب نتائج مبهره صراحه في الفيتلايجو وغيره. انا عندي بالنسبه لي يبقى انا ممكن اعالجه باكسايمر، ممكن اعالجه بنارو باند، ممكن اعالجه بروفا، غير كده عندي ممكن اعالجه بقى باهم حاجه بالنسبه للعلاج بالنسبه للنيل برضو اللي هو الاسيتريتين، اللي هو الاسيتريتين نص ملي جرام لكل كيلو جرام، بالاضافه طبعا للسيستميك ميسو تروكسيد. السيستميك ميسو تروكسيد ادي بالنسبه للنيل، ادي بالنسبه للنيل. بعد كده بنتكلم كلمتين بقى على السورياتيك ارثرايتس. السورياتيك ارثرايتس ده في منها ثلاث انواع، في منها ثلاث انواع. اول نوع اللي هو الجاوت لايك، الجاوت لايك اللي هو بيأثر على الديستال انتر فارينجال جوينت، الروماتويد لايك اللي هو بيأثر على البروكسيمال، حاجه ميوتي لانس اللي هي بتأثر على السمول جوينت بتاعه الهاند والفيت والانكل، وبيكون معاها انكلوزنج سبوندلايتس. مميزه بايه لو انا اعمل لما انا بعمل اشعه؟ مميزه بالبنسل انكاب ابييرنس. البنسل انكاب ابييرنس ده تميز للسيرويتيك ارثرايتس، تميز للسيرويتيك سورايسيس. طبعا بالنسبه للانفيرس سورايسيس، الانفيرس سورايسيس زي ما احنا قلنا. طيب الصوت فيه مشكله يا جماعه. الانفيرس سورايسيس، الانفيرس سورايسيس ده اهم حاجه في العلاج بتاعه بعالجه بالفيتامين دي ديريفيتيف، او بعالجه بالتوبيكال تاكرولمس او التوبيكال بميكرولمس، او ممكن ان هو لو ريزيستنت بستخدم له السيستميك ثيرابي. زي ما احنا قلنا السيستميك ثيرابي هم ثلاثه، ميزوتروكسيت، سايكلوسبورين، اسيتريتين. تمام يا دكتوره نجاة. طيب بعد كده بعد كده بعد كده لسه هتكلم يا دكتوره عن تمام يا دكتور خالد، هتكلم بعد كده عن افضل علاج في الاطفال ان شاء الله، هنبدا نتكلم بعد كده. بعد كده هنتكلم بقى على الباثوجينيسيس، على الباثوجينيسيس. طيب الباثوجينيسيس، في الباثوجينيسيس للسورايسيس، اول حاجه هلاقي في عندي ادي الانجيوم بريزنتنج سيل او الدنتريتك سيل، فيها دنترايتس اهو. الانجيوم بريزنتنج سيل بيحصل لها اكتيفيشن كنتيجه لانون انتجين، انون انجين بيسبب للانجين بريزنتنج سيل ديت. ادي الانجين بريزنتنج سيل هنا ديت اللي موجوده، الانجين بريزنتنج سيل دي بتكون موجوده في الابيدرمس. الانجين بريزنتنج سيل هنا بيحصل لها اكتيفيشن، لما بيحصل لها اكتيفيشن، لما بيحصل لها اكتيفيشن هنا بتعمل لي اكتيفيشن للتي سيل، بتعمل لي اكتيفيشن للتي سيل في السكن والليمف نود، بيحصل لي اكتيفيشن للتي سيل في الليمف نود. الاكتيفيشن اللي بيحصل في التي سيل عن طريق ايه؟ عن طريق الواحد مع واحد واثنين مع ثلاثة، واحد مع واحد واثنين مع ثلاثة، اللافة واحد مع الإيكام واحد، السيدي اثنين مع اللافة ثلاثة. لافة يعني ايه؟ LFA يعني ليكوسايت فانكشن انجين 1، مع الإيكام اللي هو الانتراسيلولار ادهيجن مولكيول 1. يبقى واحد مع واحد، واحد اللي هي اللافة LFA مع الإيكام 1، الاثنين مع الثلاثة، الاثنين اللي هي CD2 مع الثلاثة اللي هي الليكوسايت فانكشن انجين. يبقى واحد مع واحد واثنين مع ثلاثة، بيحصل في عندي اكتيفيشن للتي سيل، بيحصل في عندي اكتيفيشن للتي سيل في السكن والليمف نود. يبقى أول نقطة عندي، أول نقطة عندي أدي الانجين بريزنتنج سيل.
هيحصل لها كنتيجة لأنون أنجين هيحصل لها اكتيفيشن. لما بيحصل لها اكتيفيشن بتعمل لي اكتيفيت، بتعمل لي بعد كده اكتيفيت للتي سيل، اكتيفيشن للتي سيل، اكتيفيشن اوف للتي سيل في السكن والليمف نود. الاكتيفيشن في التي سيل ده بيحصل عن طريق ايه؟ واحد مع واحد، اتنين مع ثلاثة، واحد مع واحد، اتنين مع ثلاثة. واحد اللي هو الليكوسايت فانكشن انجين، 1 مع الايكام 1 الانتراسيلولار ادهيجن مولكيول 1، 2 مع 3 السي دي 2 مع السي دي 2، السي دي 2 مع 3، 3 اللي هي ايه؟ اللي هي اللافا 3 الليكوسايت فانكشن انجين 3. طيب حصل اكتيفيشن للتي سيل، حصل اكتيفيشن للتي سيل، ادي التي سيل اهو حصل لها اكتيفيشن. الاكتيفيتد تي سيل دي هتروح رايحه للبلاد فيزل، هتروح داخله على البلاد فيزل، ومنه هتروح داخله على الابيديرمس والديرمس. في الابيديرمس هيحصل لها اكتيفيشن تاني، في الابيديرمس هيحصل لها اكتيفيتد تي سيل تاني. الاكتيفيتد تي سيل برضه هيحصل لها اكتيفيشن مع الانتيجين بريزنتنج سيل عن طريق واحد مع واحد، واحد مع واحد، واثنين مع ثلاثة. ده في الابيديرمس. يبقى التي سيل هيحصل لها ري اكتيفيشن هنا في الابيديرمس. لما بيحصل لها اكتيفيشن هنا في الابيديرمس فبالتالي الكيراتينوسايت، الكيراتينوسايت اللي هي، الكيراتينوسايت اللي هي المكون الاساسي 95% من الابيديرمس، فهيحصل لها لو ريفريشن، فهتعمل لي بليكس، فهتعمل لي بليكس. ده بالنسبه في الابيديرمس. في الديرمس هيحصل في عندي برضو اكتيفيشن للتي سيل في الديرمس، اكتيفيشن للتي سيل في الديرمس. طيب الاكتيفيشن بتاع التي سيل في الديرمس ده هيحصل ازاي؟ حته في الاميونتي كده بقى زي ما احنا شايفين الفيجر ده، الفيجر ده مهم قوي. ادي الدندريتك سيل او التي هيلبر زيرو اللي موجوده فين؟ موجوده في الابيديرمس. لما بيحصل لها استيميوليشن في وجود الانترلوكن 12 بيحصل اكتيفيشن اوف للتي هيلبر 1، اكتيفيشن اوف للتي هيلبر 1 بيطلع لي الانترلوكن 2 والجاما انترفيرون والتيومر نكروزس فاكتور، والتيومر نكروزس فاكتور. عايزين ما ننساش ان السورايسيس هي تي هيلبر 1، الاتوبي اتوبي تي هيلبر 2، اتوبي تي 2، السورايسيس تي هيلبر 1، تي هيلبر 1. يبقى انا عندي ادي التي هيلبر 0 بيحصل لها اكتيفيشن في وجود الانترلوكن 12 بيطلع لي هنا السيتوكاين بتاع التي هيلبر 1 اللي هم الانترلوكن 2 والجاما انترفيرون والتيومر نكروزس فاكتور، والتيومر نكروزس فاكتور. هنا ستيميوليشن في وجود الانترلوكن 4 بيطلع لي السيتوكاين بتاعت التي هيلبر 2 اللي هي بتكون مسؤوله عن الاتوبي، اللي هي بتكون مسؤوله عن الاتوبي. انا تاني يا جماعه الباثوجينيسيس اوف سورايسيس، عندي ادي في انتجين بريزنتنج سيل هيحصل لها اكتيفيشن، فالانتجين بريزنتنج سيل ده بتتحرك بعد كده للابيديرمس، هي موجوده في الابيديرمس بتعمل لي اكتيفيشن للتي سيل سواء في السكن او الليمف نود. الاكتيفيشن ده بيحصل من خلال ايه؟ واحد مع واحد واثنين مع تلاتة، واحد مع واحد واثنين مع تلاتة. التي سيل بعد كده بتروح رايحة على البلاد فيزل، ومنها على الابيديرمس هيحصل لها اكتيفيشن تاني، وبيحصل لها بعد كده اكتيفيشن في الديرمس، فبتطلع لي السيتوكاين بتاعت التي هيلبر 1 اللي هم اهمهم التيومن نكروزس فاكتور والجاما انترفيرون والانترلوكين 2. كلام واضح؟ ده بالنسبه للباثوجينيسيس بتاع السورايسيس. غير كده في الباثوجينيسيس بتاع السورايسيس بيقول لك ان الانترلوكين 12 والانترلوكين 23، الانترلوكين 12 والانترلوكين 23 ده بيتفرزوا بواسطه الاكتيفيتد
انجين بريزنتنج سيل بتفرز وبواسطه الاكتيفيتد انجين بريزنتنج سيل. زي ما احنا قلنا ادي اهو الانترلوكين 12 بيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 1 وبيطلع لي الانترلوكين 2 والجاما انترفيرون والتيومر نيكوزيس فاكتور. الحته اللي زايده بس اللي هو الانترلوكين 23، الانترلوكين 23 اللي بيعمل ستيموليت والبروفريشن بيطلع لي الانترلوكين 17، بيطلع لي الانترلوكين 17. ده بالنسبه لحته الباثوجينيسيس بتاعه السورايسيس. يبقى الباثوجينيس بتاع السورايسيس تاني التي سيل ده بيحصل لها اكتيفيشن في السكيل والليمف نود. بيحصل ايه عندي؟ التي سيل مع الانجين بريزنتنج سيل واحد مع واحد واثنين مع ثلاثه، واحد مع واحد واثنين مع ثلاثه، اللافه واحد مع الايكام واحد وسي دي اثنين مع اللافه ثلاثه. الاكتيفيتد تي سيل بعد كده بتروح متحركه للبلاد فيزل، بيحصل لها اكتيفيشن ثاني في الابيدرمس وبيحصل لها اكتيفيشن في الدرمس، بتطلع لي الحاجات بتاعه التي هيلبر 1 اللي هو اهمهم الجاما انترفيرون والتيومر نكروزيس فاكتور، بالاضافه ان بيحصل في عندي برومينانت انجيوجينيسيس. طيب البيولوجيكال ثيرابي بقى، البيولوجيكال ثيرابي ايه البيولوجيكال ثيرابي؟ الكلام ماشي يا جماعه؟ الكلام ماشي؟ معلش الكلام ماشي. البيولوجيكال ثيرابي، البيولوجيكال ثيرابي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بروتين بروديوس بواسطه اللايفنج اورجانيزم وبتعمل لي بلوك للمولوكيولار باس واي اللي بتكون موجود في الباثوجينيسيس اوف السورايسيس. الافيلابل بيولوجيكال بتاعه السورايسيس يا اما ان هي بلوك للاكتيف تي سيل، يا اما بلوك ليه ربنا يكرمك دكتوره نجاه، يا اما بلوك للتيومر نيكروزيس فاكتور، يا اما بلوك للتي سيل، يا اما بلوك للتيومر نيكروزيس فاكتور، يا اما بلوك للتيومر نيكروزيس فاكتور. طيب ايه هي التيومر نيكروزيس فاكتور انتاجونست؟ ايه هي التيومر نيكروزيس فاكتور انتاجونست؟ ربنا يكرمكم يا جماعه. التيومر نيكروزيس فاكتور انتاجونست، التيومر نيكروزيس فاكتور انتاجونست ده عندي ثلاثة أساسيين مش عايز أنساهم اللي هما الأديلوماب، الإنفليكسيماب، الإيترنيسيبت. الأديلوماب، الإنفليكسيماب، الإيترنيسيبت. في عندي بعد كده السيرتولي زوماب والجولي موماب. طيب كلمة موباب اللي موجودة في كل بيولوجيكال ده معناها إيه؟ معناها إن هي مونوكلونال أنتي بودي against tumor necrosis factor. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. يبقى اي حاجه ماب كده مونوكلونال انتي بودي against tumor necrosis factor. ربنا يكرمك يا دكتوره لبنى. كلمه سبت يعني ايه؟ سبت يعني فيوجن بروتين. يبقى في فيوجن بروتين against tumor necrosis factor. يبقى انا عندي التيومر نكروزيس فاكتور، انا بتكلم في البيولوجيكال ثيرابي، عندي التيومر نكروزيس فاكتور انتاجونست اللي هم السيرتولي زوماب، الجولي موماب، الاديلي موماب، الانفليكسيماب، الايترنيسيبت. اشهر واحد بيستخدم هنا عندنا ايه؟ اللي هو الاديلوماب اللي هو اسمه في السوق اللي هو الهوميرا، اللي هو الهوميرا. يبقى انا عندي الخمسه اللي هو تيومر نكروزيس فاكتور انتاجونست. طب كلمه تيومر نكروزيس فاكتور انتاجونست ديت جات لي منين؟ جات لي من ضمن الباثوجينيسيس بتاع السورايسيس. انا عندي التي هيلبر 1 بيطلع سيتوكاين اللي هو الانترلوكين 2، الجاما انترفيرون، التيومر نكروزيس فاكتور. هلاقي عندي حاجه بلوك للتيومر نكروزيس فاكتور. هم خمسه. عندي الاديلوماب، الانفليكسيماب، الايترنيسيبت. الاديلوماب اللي هو اسمه في السوق اللي هو هيوميرا، طيب ايه الدوز بتاعتهم بقى؟ طيب عندي ادي الايترنيسيبت. احنا قلنا سيبت يعني ايه؟ سيبت يعني فيوجن بروتين اجينست التيومر نكروزيس فاكتور. بتدي له 50 مللي جرام مرتين في الاسبوع، 50 مللي جرام مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور. بعد كده مره في الاسبوع لمده 3 شهور يتاخد سبكوتينيوس. الاديلوماب اللي هو الهوميرا يستخدم قد ايه؟ بيستخدم الحقنه هي 40 مللي جرام،
فبتديله 40 مللي جرام في اول اسبوعين، بعد كده بديله 40 مللي جرام اسبوع واسبوع لا سبكوتينيوس. الانفليكسيماب هو من اسمه ان، شوف ان بادئ بانفليكسيماب، ده الوحيد اللي بيتاخد انترافينوس انفيوجن من ضمن تيومر نكروزيس فاكتور، ده بيتاخد انترافينوس انفيوجن. الدوز بتاعته بتكون 5 مللي جرام لكل كيلو جرام، 5 مللي جرام لكل كيلو جرام. يبقى انا عندي دلوقتي التيومر نكروزيس فاكتور انتاجونست، عندي الايترني سيبت ده فيوجن بروتين اجينست للتيومر نكروزيس فاكتور، ده الايترني سيبت فيوجن بروتين اجينست اللي هو اسمه في السوق الامبريل. الامبريل ده اكتر الحاجات اللي استخدمتها كبيولوجيكال وانا في المستشفى العسكري في السعوديه. طبعا البيولوجيكال ده عباره عن ايه؟ عباره عن زي قلم كده، قلم كده بمنتهى البساطه بيتحقن فيه ممكن ان هو بيتحقن فيه الصار، ما فيش فيه اي مشكله خالص. طبعا كنا بنكتب بيولوجيكال ثيرابي بكثره لان ما فيش اي مشكله فيه، كل مشكلته طبعا فيه ان هو بيكون اكسبنسيف، واللي يقول لك ان انا استخدم بيولوجيكال ثيرابي يعني المشكله بقى يعني ان هو ان انا بعض الناس او بعض دكاترنا العظام يعني يقول لك استخدم بيولوجيكال ثيرابي وخلاص يعني هتاخد الجرعه وخلاص هتبقى كويس، عمرك ما هتبقى كويس. هتستخدم بيولوجيكال ثيرابي هو برضه هيحصل له ريباوند وهيحصل له ريلابس، الكلام برضه ممكن يحصل له ريلابس بعد 3 شهور بعد 6 شهور لكن هيحصل له ريلابس. فهل انت عندك استعداد ان انت ممكن تستخدمه بشكل عام لو التامين مش مغطيه او لو امكانياته مش بتسمح؟ ده راجع لك انت بقى. لكن انا عندي البيولوجيكال من اكتر الحاجات اللي بتجيب نتيجه طبعا، هي مشكلته ان هو اكسبنسيف. يبقى انا عندي كبيولوجيكال ثيرابي اول حاجه عندي اللي هو الايترني سيبت، الايترني سيبت ده 50 مللي جرام مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور، وبعد كده ممكن نستخدمه 50 مللي جرام لمده 3 شهور. انت لو تلاحظ في كل جرعات بتبدا يعني في خلال اول 3 شهور، المفروض ان هو الحكم لاي بيولوجيكال ثيرابي بيكون في خلال اول 3 شهور، المفروض النتيجه بتتحسن في خلال اول 3 شهور بنسبه 50 ل 75%، الباس سكور ممكن ان هو بيتحسن بنسبه 75%، الباس سكور ده بيكون حاجات من الحاجات اللي هي بتبقى مش حاجات براكتيكال، لكن انا كحاجه براكتيكال المفروض ان هو العيان بيتحسن بنسبه 50 ل 75% بعد 3 شهور، لو ما استجابش بعد 3 شهور المفروض ان انا بوقف له العلاج. يبقى الدوز تاني بتاع الايترني سيب اللي هو الامبريل 50 مللي جرام مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور وبعد كده مره اسبوعيا لمده 3 شهور. الاديلوماب اللي هو الهيوميرا 40 مللي جرام في اول اسبوعين بعد كده 40 مللي جرام يوم بعد يوم. الانفلوكسيماب اللي هو ده بيتاخد بيه الانترافينوس انفيوجن 5 مللي جرام لكل كيلو جرام، 5 مللي جرام لكل كيلو جرام، 5 مللي جرام لكل كيلو جرام. الايترني سيبت ده او الامبريل ده من اشهر الحاجات اللي ممكن ان هو بنستخدمه في التشايلد هود سورايسيس، يعني ده بقى الاف دي ابروفد اللي استخدمه في التشايلد هود سورايسيس اللي هم اكتر من 6 سنين، اكتر من 6 سنين. الجرعه بتاعته لو انا سالت في الامتحان من 8/10 مللي جرام لكل كيلو جرام، 8/10 مللي جرام لكل كيلو جرام، ده بالنسبه للايترني سيبت، ده بالنسبه للايترني سيبت. يبقى انا بتكلم على تيومر نكروزيس فاكتور، دول تيومر نكروزيس فاكتور انتاجونست. طيب بيتكلم بقى لو الحاله بتبقى اكيوت او انستابل او جنرالايز باستور اثرايزز، بطبيعه الحال الافضل استخدامه اللي هو الانفليكسيماب اللي بيجيب نتيجه. بعد كده عندي اللي هو الاوستيكونوماب اللي هو الاستيلاره، وعندي السكينوماب اللي هو الكوزنتكس، اشهر حاجات اشهر حاجات بتستخدم. يبقى انا عندي الاوستيكونوماب وعندي السكينوماب، وزي ما احنا قلنا ماب يعني ايه؟ ماب يعني ايه؟ يعني هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي. هنا السكينوماب هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي اجينست الانترلوكين 17، اجينست الانترلوكين 17. برضو هنقول احنا قلنا ايه في الباثوجينيسيس اوف سورايزز؟ قلنا الانجين بريزنتنج سيل بتطلع لي الانترلوكين 12 والانترلوكين 23. الانترلوكين 12 والانترلوكين 23 اللي بيشتغل عليهم اللي عملهم فيهم كومن بروتين اللي هو البي 40، اللي بيشتغل عليهم اللي هو الاوستيكونوماب. يبقى الاوستيكونوماب ده اللي هو السيلاره بيشتغل على الانترلوكين 12 والانترلوكين 23. السكونوماب اللي هي الكوزنتكس، اشهر طبعا بيولوجيكال ثيرابي مستخدم هنا
فماس لسكونوماب اللي هو الكوزين تكس اللي هو الاجينست الايه اجينست الانترلوكين 17 اجينست الانترلوكين 17 غير كده في عندي البرودلوماب وعندي الاكسوزوماب وعندي الاباتاسيب وعندي الاباتاسيب اي حاجه سبت يعني ايه يعني فيوجن بروتين اي حاجه زوماب يعني ايه يعني هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي طيب اهم حاجه في الجرعه بتاعه لسكونوماب لسكونوماب اللي هو الكوزين تكس السكونوماب او الكوزنتكس عندي الحقنه بتاعت السكونوماب او الكوزنتكس ديت هي 150 ملي جرام مفروض ان انا بديله حقنتين كل اسبوع لمده شهر حقنتين كل اسبوع لمده شهر وبعد كده بديله حقنتين كل شهر لمده الخمس شهور اللي باقيين حقنتين كل اسبوع لمده شهر وبعد كده يعني انا المين تريتمنت عندي او بين اكسبنسيف تريتمنت عندي في اول شهر وبعد كده بمشيه بحقنتين يعني 300 مللي جرام كل شهر لمده الخمس شهور الباقيين ده الجرعه بتاعه الست شهور لو ما فيش نتيجه بعد ثلاث شهور المفروض ان انا بوقف له العلاج طبعا من اهم الحاجات واحسن الحاجات اللي بتجيب نتائج هي طبعا المشكله ان هو بيكون اكسبنسيف وانه بيحصل معاه ريلابس حتى بيجيب نتائج في سوريتك الاستايتس مبهره صراحه بالنسبه لي الكوزنتكس او السكونوماب مشكله الحاجات دي كلها ان هي اكسبنسيف يعني الكورس بتاع السكونوماب القطاع ممكن ان هو بيدخل لك في 100 او 120 الف جنيه من 100 او ممكن هو يدخل في 70 او 80 الف جنيه في الحدود دي ده بالنسبه للسكونوماب هو انا عندي ادي الدوز بتاعته 300 مللي جرام ات بيز لاين عندي 1 و2 و3 بعد كده كل اربع اسابيع لمده 6 شهور طيب الاستكونوماب احنا قلنا بيشتغل عن طريق ايه ان هو بيمنع ليه الانترلوكين 12 والانترلوكين 23 من البايندنج ليه الانترلوكين 12 ريسبتور من البايندنج ليه الانترلوكين 12 ريسبتور والاستكونوماب في عندي اللي هو 45 و90 مللي جرام ده بيتاخد سبكوتينيوس اللي هو الاستراره كل ما بيتاخد كل اسبوع عندي السكونوماب يبقى السكونوماب ده الدوز بتاعته اللي هو الكوزنتكس اللي هو بيشتغل اجينست الانترلوكين 17 300 مللي جرام عند البيز لاين بعد كده عند ويك 1 و2 و3 بعد كده كل اربع اسابيع لمده 6 شهور الايترنيسبت زي ما احنا قلنا اللي هو الامبريل اللي هو من حاجات التيومر نيكروزيس فاكتور انهبيتور عندي بديله 50 مللي جرام مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور بعد كده مره اسبوعيا لمده 3 شهور الاديلوماب او الهيوميرا اللي هو بيتاخد 40 مللي جرام كل اسبوع سبكوتينيوس 40 مللي جرام كل اسبوع ممكن ان هو بتديله في اول اسبوعين وبعد كده بتديله 40 مللي جرام يوم بعد يوم الانفليكسيماب اللي هو بيستخدم بقى في حالات الاكيوت او جينايز باستور ارثرايزيس الانفليكسيماب والدوز بتاعته اللي هو 5 مللي جرام لكل كيلو جرام وده الوحيد اللي بيتاخد بالانترافينوس انفيوجن طيب ايه التستات بقى اللي انا المفروض اعملها او انفستيجيشن اللي انا المفروض اعمله بالنسبه للبيولوجيكال ثيرابي اهم حاجه بخاف منها في البيولوجيكال ثيرابي يا جماعه ده حاجات بتهبط المناعه وعشان كده من الافضل في وجود الانفكشن وخاصه في حالات القراء او غيره من الافضل How long should be used الامبريل ما احنا قلنا الجرعه بتاعه الامبريل اللي هو الايترنيسيب بستخدمه 50 مللي جرام مرتين في الاسبوع لمده اول 3 شهور بعد كده 50 مللي جرام كل اسبوع لمده 3 شهور الباقيين يعني عشان اكمل 6 شهور كل العلاج البيولوجيكال ثيرابي المفروض ان هو بيستمر لمده 6 شهور بشرط انه يحصل فيه تحسن بنسبه 50 ل 75% بعد 3 شهور. ايه الانفستيجيشن اللي بتتعمل؟ اهم انفستيجيشن او اهم حاجه بخاف منها وانا بستخدم البيولوجيكال ثيرابي هي الانفكشن وعشان كده اهم انفستيجيشن بتتعمل الحاجات بتاعه التي بي اللي هو البي بي دي اللي هو بيو 5 بروتين ديريفيتيف ممكن اعمل له برضه السي بي سي ممكن اعمل له ليفر ممكن اعمل له رينال ممكن تعمل له هيباتيتس بي ممكن تعمل له هيباتيتس سي ممكن تعمل له اتش اي في ممكن هي بتعمل له لو اشتكى من الحاجات بتاعه الاوتو اميون ممكن اعمل له الانتي نيوكلار انتي بودي ممكن هي بتعمل له الانتي نيوكلار انتي بودي لكن هي اهم نقطه عندي هي الانفكشن اهم نقطه عندي في البيولوجيكال ثيرابي هي الانفكشن
طيب definition of the response زي ما احنا قلنا ان بيحصل عندي الباس سكور او ان هو السيرفس اريا بتقل بنسبه 50 ل 75%. طب اهم حته زي ما احنا قلنا الانفكشن ريسك ده اهم نقطه، الانفكشن ريسك ده اهم نقطه مع استخدامي للبيولوجيكال ثيرابي. طبعا في سيفير كارديك فيريا ما ينفعش استخدمه، لو العيان ده عنده ديمايلينيشن او سيفير سي ان اس ابنورمالتي المفروض ان انا بستخدمه. المالجنسي ريسك لو في هيستوري اوف ذا مالجنسي او كونترا انديكيتد، بيقول لك لو العيان ده اكتر من 200 في البوفا او اكتر من 350 في النارو باند، في النارو باند اكتر من 250 في البوفا او 350 نارو باند، وبخاصه لو كان بيستخدم الساكروسبورين، لان الساكروسبورين من الحاجات برضو اللي بيزود اللايك هود اوف ذا مالجنسي. طيب لو انا العيانه دي طبعا بلينج البريجنسي او لا، كلام طبعا بيقول لك ان هو ما استخدموش، لكن لو اتسالت في الامتحان، بس سالت في الامتحان، لكن انا طبعا لو بريجنسي واللاكتيشن مش هستخدمه، لكن هي لو بريست فيدنج شود بي افويدد، لكن ممكن ان هو في كلام على استخدام الانفلكسيماب، على استخدام الانفلكسيماب في اللاكتيشن. طيب هل ان هو بيأثر على الكونسبشن في الرجاله ولا لا؟ في كلام في الموضوع ان هو ممكن فعلا ممكن هو بيأثر على الموتيليتي، بيأثر على الموتيليتي. طيب استخدامه قبل العمليات، استخدامه قبل العمليات مفروض ان انا بنتظر على الاقل من اسبوعين، على الاقل من اسبوعين لغايه 6 اسابيع قبل اي عمليه، وبخاصه عشان الليابيلتي اوف ذا انفكشن. بعد العمليه ممكن استخدمه بس بشرط عدم وجود الانفكشن، بشرط عدم وجود الانفكشن. طيب هل استخدام البيولوجيكال ثيرابي طبعا مع وجود الفاكسين والكلام على الفاكسين دلوقتي، ربنا ييسر الامور يا رب في موضوع الكورونا باذن الله، تفائلوا والخير تجدوه ان شاء الله باذن الله. هنا الكلام بقى في الكورونا، سوري، الكلام بقى بالنسبه للفاكسين واستخدامنا لللايف اتنيويتد فاكسين، لو استخدمنا لللايف اتنيويتد فاكسين مع البيولوجيكال ثيرابي يبقى لازم انا بنتظر على الاقل اسبوعين، يبقى لازم انا بنتظر اسبوعين قبل استخدامه، واثناء استخدام الفاكسين ما بستخدموه، اداء استخدام البيولوجيكال ثيرابي، ولمده 6 شهور بعد توقف البيولوجيكال ثيرابي. يبقى انا حته مهمه قوي مع اللايف فاكسين، يبقى الحته المهمه قوي عندنا، بالنسبه ليه، شكرا يا لوش. الفكره اهم حته عندنا، يبقى اهم حته عندنا بالنسبه لاستخدامي للبيولوجيكال ثيرابي مع الفاكسين ان انا ما بستخدموش مع اللايف اتنويتد فاكسين على الاقل اسبوعين قبل وديورنج، ولمده 6 شهور بعد ما اوقف البيولوجيكال ثيرابي. لكن لو هو ان اكتيفيتد فاكسين ممكن استخدمه، مفيش مشكله، ممكن استخدمه مفيش مشكله. طيب البيولوجيكال ثيرابي برضو المفروض ان هو في الكرونيك فايرال انفكشن، الكلام بقى في الكرونيك فايرال انفكشن هنقوله بالتفصيل في الحته دي، لكن هو مع الهيباتيتس سي كارير بقول لك في كلام ان انا ممكن استخدمه، لكن مع الهيباتيتس بي لا ما استخدموش، الهيباتيتس بي ما فيش استخدمه. طبعا في البيبر اللي اتكلمت في 2019 اتكلمت زي برضه في الكرونيك انفكشن، هنا المفروض ان هو ما انا وانا بستخدم البيولوجيكال ثيرابي لازم احط في اعتباراتي، الانفكشن. تاني حاجه برضه مع الانتي هيباتيتس سي، عشان الدكتوره اللي بتسال على الانتي هيباتيتس سي، في الانتي هيباتيتس سي ممكن استخدم له التيومر نكروزس فاكتور انهبيتور، ممكن استخدم له التيومر نكروزس فاكتور انهبيتور. التيومر نكروزس فاكتور انهبيتور دول اللي احنا قلنا اللي استخدمناه اللي هم ايه، التيومر نكروزس فاكتور انهبيتور مش عايزين ننساهم، اللي هو الاديلوماب اللي هي الهوميرا، اللي بتتاخد 40 ملي جرام سبكوتينيوس في اول اسبوعين، بعد كده 40 ملي جرام اسبوع بعد اسبوع، ده بستمر عليها لمده 6 شهور. وعندي الحاجه بتاعه الايترنيسيبت اللي هو الفيوجن بروتين اللي بتاخد الانترافينس، ده اللي ممكن استخدمه مع الكرونيك هيباتيتس سي فايروس. لو انا سالت في الامتحان في الكرونيك هيباتيتس سي فايروس ممكن استخدمه تيومر نكروزس فاكتور انهبيتور. من التراديشنال ثيرابي ممكن استخدم عندي الاسيتريتين، من التراديشنال ثيرابي مع الهيباتيتس سي ممكن استخدم عندي الاسيتريتين، ده في الانتي هيباتيتس سي بوزيتيف. مع الهيباتيتس بي بوزيتيف بقى، في الهيباتيتس بي بوزيتيف بقى هنا بيقول لك اللي ممكن استخدمه عندي الانترلوكن 17 انهبيتور. الانترلوكن 17 انهبيتور ما ننساش الانترلوكن 17 انهبيتور اللي هو الكوزنتكس، اللي هو الكتسكولوماب، اللي هو بيتاخد 300 ملغرام في اول
اسبوع وبعد كده بكرره كل اسبوع لمده شهر وبعد كده كل شهر ال 300 مللي جرام لمده الست شهور. يبقى انا في الهيباتيتس بي كارير افضل حاجه عندي الانترلوكين 17، في الهيباتيتس سي افضل حاجه عندي اللي هو الحاجات بتاعه تيومر نيوكليس فاكتور انهبيتور بالاضافه طبعا للاسيتريتين. في الايدز في الاتش اي في برضه الاسيتريتين ده اللي ممكن يستخدم، يعني لو تلاحظوا ان هو كتراديشنال في كل الحاجات دي الاسيتريتين ممكن هو بيستخدم. عندي التيومر نيوكليس فاكتور انهبيتور، عندي الاوستيكونيماب وعندي الابريمالست. عندي الاوستيكونيماب ده، الاوستيكونيماب زي ما احنا قلنا اللي هو الاستيلاره، الاوستيكونيماب ده عندي اللي هو الاستيلاره اللي احنا قلنا اللي هو 45 و90. في الابريمالست ده، الابريمالست ده الوحيد شغل ما قلتوش، الابريمالست ده الوحيد اللي بيتاخد بيه الاورال، ده بيتاخد اورال الدوز بتاعته بتكون من 20 ل 30 مللي جرام، من 20 ل 30 مللي جرام. المفروض ان هو بتمشي عليه برده لمده 6 شهور، المفروض ان هو بتمشي عليه لمده 6 شهور. ده بالنسبه للاتش اي في والابريمالست. طبعا بعد كده عندي ده كل كلامي هنا. قال لك ان هو عشان تنتقل فروم من وان ثيرابي تو انذر لازم انتظر لهاف لايف، لازم انتظر على الاقل مده 4 اسابيع. النقطه المهمه بقى، لو انا على سيستميك ثيرابي، لو بعد 3 شهور اند امبريل نو ريسبونس شود اي ستوب امبريل او اد ميستروكسيد. شاطر يا دكتوره تقوى. هو زي ما انا اقول اهو، لو انا عندي ماشي وليكن على الايترنيسيبتو الامبريل وما حصلش فيه وعايز بعد كده اضيف ميسوتروكسيد، ده انا ممكن اضيف الميسوتروكسيد من الاول مع البيولوجيكال ثيرابي، مع كل انواع البيولوجيكال ثيرابي. الوحيد اللي ممكن اضيفه عليه من التراديشنال ثيرابي مش السايكلوسبورين ولا الاسيتريتين. لكن انا لو بستخدم سايكلوسبورين ولا اسيتريتين بيقول لك المفروض ان انا بنتظر 4 اسابيع، 4 اسابيع قبل ما ابدا للبيولوجيكال ثيرابي، وبخاصه عشان امكانيه حدوث طبعا للانفكشن. لكن انا لو انا بستخدم مثلا الامبريل وما جابش نتيجه بعد 3 شهور، مفروض ان انا بقلب الحاجه ثانيه، يعني بدل التيومر نيوكليس فاكتور انهبيتور استخدم من الحاجات بتاعه الانترلوكين 17 زي الكوزنتكس او الكوتكونوماب، او بستخدم الحاجات بتاعه الانترلوكين 12 والانترلوكين 23 اللي هو الاستيلاره او الاستوكونوماب او ممكن اضيف له كمان النارو باند، يعني البيولوجيكال ثيرابي انه يكون معاه نارو باند برضه ما فيش مشكله. بس صراحه الحاجات بتاعه البيولوجيكال ثيرابي بتجيب نتائج، لوحدها بتجيب نتائج. ممكن تضيف لها ميسوتروكسيد، هي مشكلتها ان هي بتكون اكسبنسيف، طيب الانديكيشن امتى بقى انديكيشن ليه هوقف للثيرابي؟ طبعا حصل في عندي سيريس ادفيرس افكت، وخاصه حصل عندي الحاجات بتاعه المالجنسي، او حصل في توكسيستي او انفكشن، او في بريجنانسي، او العيان ده عايز يعمل عمليه، دي اهم الحاجات دي، تقريبا ان شاء الله المحاضره. في شويه بعض البيبر اللي كانت نازله في اخر 3 شهور، ده بالنسبه طبعا اللي داخل الدكتوراه، بس انا مش شايف ان فيها اهميه استخدام البايوسيلر فور تريتمنت اوف ذا بيشنت وذ سورايسيس، ما فيهوش جديد، ولا الفاشيال سورايسيس في ماسك لايك ديستريبيوشن، وبرده التريتمنت براكتس في سورايسيس ما فيهاش جديد عن اللي اتكلمنا عليه. شكرا لكم يا جماعه، ان شاء الله باذن الله اتمنى ان تكون المحاضره تكون اوفت اللي انتم عايزينه. ولو في اي اسئله في الكومنتات ابعتوها لي وانا هرد عليها. وان شاء الله باذن الله بكره محاضره الاندرولوجي بتاعه الدكتور محمد الغريب باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.